مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وعلى مدار ثلاث ساعات بأشرف وأسعد بصحبة حضراتكم. ومعايا في فقراتنا التالية حضراتكم تلتقوا بكل من الزميلين العزيزين محمد سعيد وعمر ربيع ياسين، وفقرات مختلفة ومتنوعة داخل الأهلي الليلة. النهاردة هنتكلم في فقرتنا الأولى وفقرتنا الرئيسية، عندنا حوار موسع وتساؤلات كثيرة جدا حول ما يمكن أن يتحقق وحول التطبيقات والممكن في التعامل مع الرغبة التي أبداها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التوجيهات وهذه المطالبة للجهات التشريعية بإصدار قانون لجعل الرياضة مادة أساسية في المناهج الدراسية والمناهج التعليمية، فضلا عن أن الرئيس تحدث بشكل أكثر شمولا وتحدث عن أن هذا الأمر يجب أن يكون نمط حياة لدى المجتمع المصري. فما هي آليات تنفيذ هذا الأمر وهذه الرؤية، وما هي العقبات التي تواجه هذا الأمر، وأثارت هذه التوجيهات ومطالبات الرئيس حول الرياضة في مصر وفي المجتمع المصري أثارت حالة حراك وحالة جدل وحوارات كثيرة جدا واهتمام كبير في الإعلام وفي الصحف. في مقدمة هؤلاء ضيف هذه الحلقة من حلقات الأهلي ليلة، الكاتب الصحفي المرموق والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، والذي صال وجال حول هذا الأمر على مدار أكثر من 12 سنة، وله في ذاكرة جريدة الأهرام العريقة الكثير من المقالات والصفحات التي تحدث فيها حول هذه القضية بالغة الأهمية وآليات الانتقال إلى مرحلة أقرب إلى النماذج الناجحة في العالم في الدول التي تقدر الرياضة وتحترم الرياضة وتستفيد حق الاستفادة من ممارسة النشاط الرياضي على كافة المستويات الخاصة بالهواية والبطولة وعلى مستوى المحترفين أيضا. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير. مساء الخير وأهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة ومصر كلها طيبة يا رب. ويا رب العام الجديد يبقى أفضل على مصر والمصريين والأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، كيف ترى الحديث الذي تحدث بشأنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا الأمر والتوجيهات بجعل الأمر أو بأن يكون الأمر طابع رسمي باتخاذ قرار أو إصدار قانون حول ممارسة الرياضة وحول جعل الرياضة مادة أساسية في المناهج الدراسية؟ ما هو إحنا يعني أنت عارف إن إحنا هود جلد ذات، وكتير بصيت لقيت إن أنا مجرد السيد الرئيس ما قال هذا الكلام ناس كتير بتكلموا إزاي وهنعمل إيه، وابتدى يبقى الله هو حلال عليهم وحرام علينا. طيب أنا حساس حضرتك نرجع لسنة 1931 فنلاقي ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي في سنة 1931 عمل قرار انه بيلزم طلبة المدارس والجامعات ببرنامج تربية بدنية اللي هو استعد للعمل والدفاع، والبرنامج ده تربية بدنية واختبارات لياقة بدنية، ويعني كانت المسألة ماشية وكل ده كان على استعدادا وكل طلبة المدارس استعدت عشان دخول الجيش والجيش الأحمر. البرنامج توقف أول ما انهار الاتحاد السوفيتي، البرنامج توقف. عايز أفكر برضو السادة المشاهدين أقول لهم إحنا كان عندنا ده في المدرسة المصرية زمان القسم المخصوص، وبلا سبب توقف. زي يعني اللي وقف القسم المخصوص واللي بنى فصول على الملاعب واللي ألغى الأنشطة من المدرسة المصرية، خدت بالك برضو يعني ده هتلاقيه ابن عم ده أو قريب ده أو الاثنين إخوات أو الاثنين في نفس الخلية، يعني أنا يعني بس بحكي إنما كان القسم المخصوص هي الفكرة كلها إيه يعني أنا، وحتى يبقى لازم شعر اتحرك أكتر، يعني أنت هتتحرك حركة أكتر صحة أفضل المؤكد دما. وعايز بس أقول للسادة المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني ده أعظم يعني اختراع اللي هو الإنسان، بدليل إن لما نشوف القلب والدورة الدموية والقلب شغال إزاي والبطارية بتاع القلب الموجودة، وده حاجة شغالة مدى الحياة، صنع الله لا يقارن بأي شيء آخر. طيب ربنا صنع ده. حضرتك لما بتشتري، وأنا وغيري وغيرك كلنا لما بتشتري عربية إن ربنا فتح عليه وجاب عربية، حريص على 10,000 كيلو تغير الزيت، وحريص إنك أنت تشوف تيل الفرام، وحريص إنك تعمل ده. طب الصنع الرباني ده مش له صيانة؟ حقوق علينا، مش له صيانة. الاتحاد السوفيتي لما رواد الفضاء طلعوا أيام الاتحاد السوفيتي، كان الاتحاد السوفيتي ظروفه ما قدرش يطلع مركبة ويجيب مركبة، فكان بيسيبهم بالسنة سنة ونص فوق، قال لهم هشاشة عظام بعد 6 أشهر. رائد الفضاء اللي هو
مفيش يعني ده على الفرازه. لا له هشاشه عظام ليه؟ لان اعدام الوزن وما بيحطش جسمه على الارض، وانت عارف الكالسيوم بترسب من الدم بعد لازم الحركه. اذا النهارده الحركه دي مساله يعني مصيريه. الحركه اللي هي الرياضه، اي نشاط اي حركه بتعملها هي الرياضه. احنا مشكلتنا ان احنا اختزلنا المساله في مصر، وتصورنا ما تقول له انت رياضي يقول لك امال، طب انت ايه يا كابتن بتعمل؟ يقول لك انا بشجع، وهشجع يعني اهلي يا زمالك الاسماعيلي بيشجعك، وهو فاكر ان هو رياضي وبيشجع. انت بتعمل حركه قد ايه؟ احنا تصورنا ان الرياضه هي الكوره، وفي قرار بقى اصبحت الكوره لسنوات طويله هي الاهلي والزمالك. لا الرياضه هي الكوره ولا 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 المساله كده. الرياضه ان انا امارس كويس، ان انا اروح اتفرج واشجع، انما انا عملت ايه عشان الجهاز ده؟ الجهاز ده طلع ان لازم الطفل الصغير انا ميله عضلاته صح، لازم المفاصل بتاعته تبقى صح، لازم الاربطه تبقى صح، لازم العمود الفقري يبقى صح، لازم كل ده ما يجيش الا بالتربيه البدنيه. كمان حضرتك اشرت لنقاط بالغه الاهميه في المقال الرائع اللي منشور في صحيفه الاهرام الجمعه الماضيه. حضرتك بتقول اهمال الرياضه وعدم متابعتها ووضعها في الوضع اللي بتستحقه في اي مجتمع واي دوله ادى الى ضعف صحه المصريين وتراجعها، وده بنشوفه حضرتك قايل في اختبارات الكليات والمعاهد كل ما يتعلق بالجوانب العسكريه، في المباريات الرياضيه، في مراحل الناشئين بنشوف قد ايه في مشكلات بدنيه في النمو وفي التكوين البدني نفسه والبون ستراكشر بتاع الجسم. يعني هل حضرتك شعرت بارتياح كبير او سعدت بتلقي هذه التوجيهات الرئاسيه؟ لان استاذ ابراهيم حجازي تحديدا بيقال عنه من المجتمع المصري انه بح صوته حول هذا الامر على مدى اكثر من 12 سنه، وانه اكثر كاتب اهتم بمتابعه الملف في الملف ده. ما انا بقول اذا كان الاتحاد السوفيتي لو كان الكتله الثانيه اقوى دوله في العالم عاملين ايه؟ الرئيس بوتين سنه 2016 في 24 مارس 2014 وقع مرسوم لاعاده برنامج اللي هو جي تو او ده اللي هو بتاع اللي عمله ستالين ده، ورجعه تاني زي ما هو، ورجع تاني في 11 اكتوبر 2016 اجتمع مع مجلس تنميه اللياقه البدنيه والرياضيه لتطوير نظام المعلومات دي. الحقيقه انا كنت مع اللجنه، معلش جمله اعتراضيه صغيره، اللجنه الاستشاريه العليا لوزير الشباب، وهي من الاساتذه. احنا عندنا على فكره في الرياضه خبراء يعني يصلوا لدرجه انهم علماء في الرياضه في مصر، بس احنا مش مستفيدين بيها. يعني حاجه غريبه. اللجنه دي برئاسه الدكتور كمال درويش، وعضويه وامين عام بتاعها الدكتور حسين السمري، وعضويه الدكتور علاوي والدكتور صبحي حسنين والدكتور ابو العلاء فتاح والدكتور محمد الحمحمي والدكتور صبري عمر والدكتوره سوزان عزت والدكتور احمد عبد الخالق واللواء احمد ناصر واللواء احمد الفولي من الاتحادات الاهليه. اللجنه دي اللي هي من الاستشاريه العليا لوزير الشباب. هم عاملين حاجه، ويمكن المعلومه بتاعت روسيا، وبعدين نروح لامريكا هنلاقي الكلام ده من الدكتور ابو العلاء فتح عامل في دي بحث. فهم محضرين يعني، واتمنى ان تتاح الفرصه الناس اللي بتعرف هي اللي تقول. اتمنى ما تخشش في المسائل في التصديق ده، لان انا هشرح لحضرتك ايه المتوقع، ايه اللي ممكن يحصل. نروح لامريكا بقى. ايزنهاور في 56 عمل المجلس الرئاسي للياقه البدنيه وبرئاسه نائب الرئيس. جه بعديه جونسون اضاف للترويح، اللي كان التربيه البدنيه والترويح. نيل لغايه بقى نلف كل الرؤساء اهتموا، وكينيدي اعتبر المساله دي مساله مهمه جدا لغايه ترامب اضاف التغذيه. وهو لما بيضيف التغذيه وعنده حق، بقت المجلس الرئاسي للرياضه واللياقه البدنيه وحط التغذيه دي يعني ده مهم. ليه؟ اللي انت عارف احنا يعني الشعب الامريكي من الشعوب العكاكه في حكايه الاكل. فهم المساله اكثر دوله في العالم يعني خرجت منها سلاسل الفاست فود والحاجات كلها بالكالوريز العاليه، وهم بقى بيعانوا من ده. ويمكن في وقت ايام كارتر، اعتقد الرئيس كارتر لما قال امه في خطر عشان يوجه هذا الموضوع. بالعكس الرئيس ترامب عمل شهر اللياقه البدنيه. يعني اخو هما لما يعملوا دول، لما يبقى من اول ايزنهاور لغايه ترامب، ولما يبقى من اول ستالين لغايه بوتين مهتمين بده، لما يجي الرئيس السيسي يتكلم، لان الرئيس السيسي هو بيتكلم هو عارف بيقول ايه وعارف بيعمل ايه. اعمل 100,000 مشروع، سيبقى الانسان هو سيد الموقف في كل الامور. هات اعظم تكنولوجي في العالم، مين اللي هينفذ ومين اللي هينفذ؟ فاحنا ما كانش الصحه او اللياقه البدنيه فيزيكال فيتنس هي دي الموضوع. ده مقال حضرتك، الصوره قدامنا على الهواء دلوقتي، المقال اللي حضرتك قلت فيه انه قرار عظيم ويكشف المسكوت عنه. عايزين نتكلم ليه حضرتك وصفت هذه القضيه بانها من القضايا المسكوت عنها، وما سبب
التخاذل في الاهتمام بهذه القضية على مدار الفترة اللي فاتت كلها، واللي حضرتك كتبت فيها سلسلة مقالات بتفند فيها كل المشكلات الخاصة بهذا الأمر، إيه سبب إهمالها؟ ما هو الـ 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 المسكوت عنه ليه؟ لأن احنا قلبنا حال الرياضة في مصر. الرياضة في أي حتة عايزين نتكلم، بس إن الرياضة اللي إيه؟ أنا عايز أقول إن ما حصلت حاجات تنقض دلوقتي. الرياضة إن أنت كل واحد يحاسب نفسه، أنا اتحركت قد إيه النهاردة؟ هو الحركة دي على فكرة مش وجاهة ولا هي رفاهية ولا هي ذنب ولا حاجة. الحركة دي لازم تحصل، ولا إنك أنت الواحد هيحيا. فلازم انا حاسب نفسي عملت ده، زي ما انت حريص انك تغير زيت العربيه، وزي ما انت حريص بتجري التليفون هنل بتاعك، وزي ما انت حريص على ده. طب يا اخي على جسمك يا اخي نعمل ده. لما يجي النهارده الرئيس ليه من منظور اللي هو الرئيس اصلا ماشي خطوه خطوه. الرئيس ليه لإيكوما ده ماسك كرة الجمر، الحاجات الكتير دي كرة نار حقيقي، ماسك بلد هو بتتصل كم المشروعات الرهيب اللي اتعمل. حضرتك تقصد ان الدولة اتجهت وفتحت فيه ملفات كتير جدا في نفس الوقت. في نفس الوقت وسيبقى الانسان هو السيد الموقف، وهذا مع اراد الرئيس. نقف بقى، تعالوا نقف نشوف ده، هل احنا بالمشروعات اللي بنعملها دي او هنقدر نكمل المشروعات دي، او هنقدر ننجح المشروعات دي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بناس انصاص ورباع وحاجات غريبة دي؟ لا ما ينفعش. فهو يعني ادانا التحذير، فالتحذير ده لازم نبقى احنا عارفين اهميته ايه لينا، واهميته ليه دلوقتي بيتعمل فينا، وهو اتعمل في الوقت ده. لان انا مش ممكن اقدر مصر تصلب عودها الا ما يبقى شعبها وشبابها في صحه كويسه. طيب الموضوع ده ما دام حضرتك بدات بالموضوع بشقي، لان الموضوع ده منقسم الى قسمين، تصريحات الرئيس ومطالبات وتوجيهات الرئيس بشان جعل ماده الرياضه ماده اساسيه، وحديث الرئيس وانتقاده لعدم الاهتمام بالشكل او الوزن او المظهر. الامر الثاني أثار بعض الجدل، لأن في ناس بالنسبة لها في مشكلة في اللايف ستايل، نمط الحياة، في قدرتهم الشرائية، في نوع الأكل اللي بياكلوه، في نوع المسكن، عشان هم في كومباوند، في أماكن للمشاة ولا لا، في أماكن مهيئة في شوارع معينة ومناطق معينة ولا لا. فهل حضرتك شايف أنه في معادلة صعبة نقدر بيها نحقق هذا المطلب، وأن المصريين يمارسوا الرياضة حتى في المناطق الأكثر فقرا أو اللي فيها مشكلات في البنية التحتية أو تجهيزاتها؟ محمد ما تيجي نتفق إيه الرياضة الأول اللي إحنا عايزينها؟ الغالبيه من الناس رايح في دماغها ان انا رياضه ان انا رايح تاني هجيب باسكت وكوره وجيمز. مش لا مش ده بس مش ده الموضوع. انا الموضوع اللي الفيزيكال فيتنس، اللياقه البدنيه، التربيه البدنيه. انا لازم الجسم ده اللي ربنا اداهولنا ده في احسن تكوين لازم احافظ عليه عشان اطلعه عربيه افضل شكل 10000 سي سي، مش بتاع موتوسيكل. فاحافظ عليه ازاي؟ ان انا اديله ده. هتقول لي طب وانا حاضر اعمل ده، واصل المدارس ما فيهاش زي التحقيق اللي منشور النهارده في الاهرام، ولسه هنناقشه طبعا بالتفصيل. نقدر، اصل الموضوع ملوش علاقه خالص. لان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا البرنامج ده اللي هو هيتعمل من 6 سنين لغايه 18 سنه، اللي هو من اولى ابتدائي لغايه ثانويه عامه، وكل الاحتياجات الخاصه كله وفقا للاعاقه اللي عنده، هيبقى ليه تمرينات، وديت اللي حدها اللي تنتهي. انا تمرينات، وفي حاجات منها لا تحتاج الى مساحات، الى مساحات كبيره، ده ممكن تدريبات في داخل المنزل. عايز مساحه طولك، طول الشخص مكانه، طول الشخص بس، لانها كلها تمرينات. كلها في الاعداد البدني انا ممكن استعيض عن الاجهزه، والاصل الاجهزه والحاجات دي ده الشغل ايه زي اي حاجه اتعمل بقت دخلت في سوق التجاره، فاتعمل لها شغل الدمز والالوان والمكن. لا 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 لا، ده انا ممكن اكسب بالجسم اللياقه البدنيه اللازمه الكامله، لان انا ربي بيه عضلات دون ان استعين باي جهاز من ديت، وعندي ادوات بديله. يعني انا لو بشيل تقل ده، ما احنا اخي كنا بنعمل ده زمان، ده انا شرابه بالبر رمل وبمسكه حديني، هو ده اللي حديني التمرينات لو انا عايز اعمل للعضلات. خدت بالك في الايدين؟ لا، والتمرينات اللي كانت بتعمل شكل رائع للجسم اللي هي كلاسيكيه، الضغط والبطن والعقل، الضغط والبطن والكلام ده، هو مش محتاج ان انا تتعمل، وهم موجودين الساده الخبراء واللجنه عاملين ده وموجود ده ويتعمل ده. انا مش محتاج الا حتى مش لو انا ما عنديش مساحه، لان ملاعبي كلها راحت في اغلب المدارس، ده انا في الفصل المدرس يعمل النموذج ويطلع اكتر حد يعمل النموذج قدامه، وهو في البيت يعمل ده. أولى الأمور ما نزعجوش، لأن دي ما فيهاش مهارة. يعني أنا لما أجي أنا أقول إن أنا حدي لك في الرياضة أدخل اللعبات، طب واحد موهوب في لعبة، طب الثاني ما فيش تكافؤ فرص، أنا مش موهوب وأنا مش ابني ما عندوش تفوق ما رياضي، عنديش أنا مش موهوب، أنا مش موهوب في اللعبة، ما عندوش موهبة في اللعبة. إنما ده إحنا الموضوع ملوش علاقة بده، حتى الفروق الفردية، واحد أطول واحد مش عارف، لأن كل ده هتعمل، لأن أنا هنمي له كله من السن الصغير هنميه له.
وده انا عايز اقول للاولياء الامور بالذات، ده انتوا تعضوا بايديكم واسنانكم على ده، لان هو ده اللي هيحمي ابنك. الرياضه افضل وسيله او افضل وقايه من الاكتئاب. كلام حضرتك مهم جدا، لان الاسر النهارده عشان ما فيش اهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس كلهم بيجروا على الفرق والانديه والبرايفت ومشغولين بمليون حاجه بيصرفوا فيها. انما الوقايه عشان تعدي ابنك المرحله الخطره دي كلها، عشان ما يروحش للترامادول وما يروحش للمخدرات او يكتئب او يتطرف، لانه ما ده العلاج الوحيد للثلاثه دول، العلاج بتاعهم الرياضه والوقايه، ده هي الوقايه وهي العلاج. صحيح. الرياضه في الثلاث حاجات دول هي الثلاث، اكتئاب والادمان والتطرف، علاجهم بالرياضه. صحيح. ووقايتهم بالرياضه. وانا النهارده الرياضه اللي بنقول عليها دي، ده انا ببني له جسم عضلاته حبنها له، تشوهات العمود الفقري اللي تيجي من الحاجات الغلط هحقق من العمود الفقري عشان هعمل له تدريبات بطن كويسه وظهر كويسه، فيبقى العمود الفقري ده مشدود، العضلات دي قد دي، فمش هيروح لا كده ولا هيروح كده وهكذا. هو مجرد الطفل ما يحس انه بقى عنده عضلات وبقى جسمه كويس، هو ذات نفسه مش هيروح كده ولا كده. ولو تميز زي ما حضرتك بتقول، كان بقى من اصحاب المواهب، هيحترف رياضه من الرياضات وينجح. ده اللي ده قطع البطوله اللي بنتكلم فيه، ده اسمه الممارسه. فهي الممارسه. انت بقى هرجع للسؤال اللي سيادتك طرحته من الاول، بتقول لي احنا ليه لان انا احنا عندنا في مصر المسكوت عليه بقى ليه اللي احنا لغينا الممارسه وادينا بالبطوله، عملنا بطوله على طول. ليه؟ لان البطوله دي اللي فيها فيها المدير الفني وبنخت المدير الفني والمدير الاداري وعم المدير الاداري والبروباجندا الاعلاميه والزيطه والزنبليط. انما الراجل اللي هيشتغل في الممارسه مفيش الكلام ده، مفيش الحدوته دي. فاحنا بدينا من ده، فاحنا عندنا، فبقت عشان كده قاعده البطوله بتاعتي، قاعده من يمار، القاعده اللي في البطوله. احنا من 3-4 سنين كان كل المقيدين في جميع الاتحادات الرياضيه، في جميع اللعبات، في المراحل السنيه المختلفه، ولاد وبنات 250,000 بلد دخل في ساعتها كان 90 مليون، يبقى 250,000. احنا بنهزر؟ انا لازم يبقى انا، عشان كده بنقول ايه، نخلي قطاع البطوله ده بالبلوكه بتاعته بالكلام اللي فيه ده خليه دلوقتي كده على جنب، وابتدي اعمل صح. انا لما القاعده الكبيره، طب انا عندي 22 مليون دلوقتي في المدرسه المصريه، لو ال 22 مليون دول اهتميت باللياقه البدنيه بتاعتهم، انا بهتم ليه؟ عشان يبقى مواطن صالح، عشان تبقى ام قادره. الام دلوقتي بقى لها بتشتغل بروحين، مسؤوله في عمل ومسؤولة عن بيت أكبر وأعقد وأخطر من العمل 100 مرة. إن لم تكن هي قادرة بدنيا، ومجرد ما تبقى قادرة بدنيا هتبقى صحيا، هتبقى نفسيا في التوازن. لأن فعلا الرياضة وبذل الجهد البدني له تأثير على الصحة النفسية طبعا هتبقى قادرة. أصعب شيء إن تبقى عايزة تعمل حاجة مش قادرة تعملها، ده أكتر حاجة في العالم بتزيل التوتر العصبي وخير يسمى انفعالي. يعني النهاردة بقى احنا ده جزء، فبقى المسكوت عليه إن احنا أهملنا الملف. هل يعقل الكلام ده كتبت فيه؟ وطبعا انا لما بقول الكلام ده دمي تقيل وكده. عندنا حاجه اسمها اتحاد الرياضي للشركات. اما اجي ادخل رياضه في الشركات، انا المفروض ان انا بدخل رياضه دي عشان كل من في مصنع او في شركه انا عايزه يبقى هو من ساعه ما ابتدى لغايه ما يطلع المعاش في الكفاءه بتاعته في الانتاج، اعلى مستويات الانتاج. لما يجي واحد يقعد على مكتب 8 ساعات في اليوم ولا بتاع ده، ما هيجي له انحناء في العمود الفقري او سقوط كتفين، وهيجي له رقبته فيها مش عارف ايه. ففي بره قالوا في حاجه اسمها التمرينات التعويضيه، وهي دي الرياضه اللي بتتعمل في الشركات. انا بعمل ستوب واعمل له مجموعه تمرينات نص ساعه بس احميه من اي تشوه، لو قعد على مكنه بطريقه معينه. احنا بقى لما جينا نعمل الرياضه في الشركات لغينا الكلام ده كله، لغينا الممارسه دي، ان ال 2000 اللي في المصنع وال 5000 يلعبوا هم رياضه، وعملنا رياضه ثانيه اللي هو الفريق اللي اشتريناه من بره وبيلعب، فخدوا الفلوس كلها وبيعتبروا نفسهم رياضه. طبعا وفي الاخر الشركه ما بتصرفش على الستاف بتاعها كله. لا لا لا، لو سابوهم بقى طب ما هو الراجل ده لما هيجي له انحناء ولا عموده الفقري ولا يجي له ديسك، ما هيحيا انتاجه هيقل وبقى خساره عليه، والشركه هتتحمل التغطيه. شوف المفهوم ده مش في كل حته، ده المسكوت عليه. المسكوت عليه ان احنا مش عايزين نخلي الممارسه. انا لازم الاول مسؤوليه، ودي النهارده دي مسؤوليه الدوله، دلوقتي مسؤوليه الدوله. ما هو اول ما خلص الممارسه قطاع البطوله ده قطاع الاهلي، اتحادات واللجنه الاولمبيه، انما الممارسه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه مجتمع ومسؤوليه اعلام ومسؤوليه كل واحد عنده ضمير. لان احنا بلدنا عشان
تصلب عودها وان شاء الله هتصلب عودها وعشان تقف مع كبار وان شاء الله هتبقى مع الكبار بالاجيال القويه العافيه. اكيد. انا اي سؤال هفكر وحضرتك بتتكلم انه حد من مشاهدينا قد يكون يرغب في توجيهه لحضرتك دلوقتي او يتبادر الى ذهنه بشكل بديهي من كلام حضرتك في نقطه معينه هساله على الفور، يعني ممكن بعض الناس اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي يقولوا يا استاذ ابراهيم حضرتك كنت بتشوف افلام مصر زمان ايام الابيض والاسود، بنشوف شكل البلد زمان، المساحات الموجوده، حركه الاسره وهي بتتمشى، شكل الشارع دلوقتي، الفوضى والاداء العشوائي والتجاوزات من الناس والسخافات اللي بيتعرض لها المواطن. ففي مواطن ممكن يقول انا نفسي البي الدعوه اللي وجهها الرئيس للناس دي، نفسي اخد مراتي ولادي وانزل امشي، بس الشارع متقسم الرصيف مليون مره والمحلات متجاوزه ومش عارف في مشكله ايه وناس بتمارس اعمال بلطجه ايه، فهتعرض لكميه سخافات رهيب. نفسه الدوله تساعده تبدا توفر له تدريجيا المناخ اللي يقدر ينزل يستمتع بيه في المشي. طيب. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ طيب انا من وقت ما كنت في قناه النهار عملت طلعت في دماغي نعمل تحقيق مصور كده. رحنا على محطة المترو اللي نازلين من المترو. أنا كنت رايح بعمله علشان حاجة معينة. فاكتشفت كوارث. أنا رايح فكان كل واحد نازل حضرتك جاي منين؟ فأقول لك أنا جاي من المرج. جاي 40 كيلو يعني مثلا في حلوان. بكام التذكرة؟ كانت بجنيه. أنا بكلمه هو إيه راكب توك توك. طب أنت حضرتك رايح فين؟ يقول لك البيت. في على بعد يعني نص كيلو بتاع. طب هتدفع كام في التوك توك؟ كان بخمسة بقى بعشر. فاكتشفت الله يعني انت مش عايز تمشي ال 500 متر، يعني انت باصص ان احنا رفاهيه، ما هي دي ثقافه وسلوكيات طبعا. خدت بالك؟ هتقول لي الشارع زحمه، هتقول لي حاجه، جزء من الزحمه احنا السبب فيها، ما احنا لما يبقى بلد ايوه تصرفاتنا طبعا. لا ال 2 مليون اللي بيزيدوا يا محمد، احنا في بلد في الدنيا بيزيد 2 مليون في السنه يا راجل، ده نسبه النمو بتاع نسبه الزياده السكانيه اكتر من الصين، النسبه بتاعتنا بالنسبه لتعدادنا اكبر من الصين. بقى انت مكسل تمشي؟ ما هو ده 500 متر كان زمان كله بيمشي وبتحرك، كان زمان الست الفلاحة ايه ما كان في ريف وكان في فلاحة وكان في ناس بجد، ما دلوقتي خلاص ده كله اتلخبط. كان هي كانت ساعات بتولد في الغيط. هي بتولد في الغيط ليه؟ لان هي بمسمى الرياضة لياقتها البدنية 100% بتشتغل وبتروح وبتدور ترمبة وبتشيل وبتعمل الكلام ده كله. ففي الولادة، الولادة اصلها عملية طبيعية. مع احترامي للسادة أطباء النساء وأمراض النساء والكلام، إحنا حولناها لحدوتة تانية، وبقت الستات دلوقتي من أجل الرفاهية وعشان ما تتوجعش شوية تعمل القيصرية، يعني شوف قد إيه، مع إنها هي لو في فترة الحمل أو لو هي بتمارس الرياضة هتولد عادي، ده هو خلق ربنا إن الولادة تبقى طبيعية. يعني اللهم إلا في الحالات اللي يعني تستوجب عملية بقى ولا ما أعرفش إيه ولا في حالات طبية معينة، إنما هي الشيء الطبيعي إن تبقى الولادة طبيعية، والشيء الطبيعي إن كل حاجة. احنا دلوقتي الرفاهية، ما هو الانسان عدو نفسه، يعني زي ما بدأت المقالة هو عدو نفسه، عمال يخلق في حاجات لغاية انت دلوقتي ده من ناقص ايه انك انت تعمل بقى. وقال لك دلوقتي بتسقف كده القناة تتغير في التلفزيون، يعني حتى مش عايز، وبقى الريموت كنترول وانت قاعد، كان زمان بتقوم تمشي لغاية التلفزيون تغير المحطة، اهو عملت لك مترين خلاص حتى دي ما فيش حد بيعمل ده. احنا لان الثقافة، ثقافة هل الاعلام، هل السينما، هل كل وسائل عملت اللي بينت ده عشان تشجع على ده؟ ما احنا ما انا جزء، انا لازم اقدم حلول، وبقدم الحلول ايه؟ بصوره مش مباشره، بصوره غير مباشره. حضرتك بتتمنى يبقى في بعض الاعمال الفنيه والدراميه، هو ده انا بس انا بين ده، ما انا اوضح ده، نقول للناس ده. انا عايز اقول لاي حد يا اخي ده انت لوجه الله امشي، لوجه الله لصحتك عشان ولادك امشي يا ستي عشان حضرتك، لان ده مساله، لان المشي هو الرياضة بتاعت الكل. طيب أنا تابعت التحقيق الـ 12 وحضرتك طبعا متابع معنا هذه القضية، لأن الأهرام كمان بتوليها اهتمام خاص جدا، ما بين بقى حديث شخصيات عامة ومثقفين ومتخصصين وأكاديميين ونواب في مجلس النواب بيتحدثوا عن مقترحات إن احنا في المرحلة دي ممكن نلجأ كحل من الحلول للاعتماد على إتاحة مساحات من الوقت في ملاعب مراكز الشباب لطلبة المدارس. هل ده الحل ولا احنا كده هنريح شريحة على حساب شريحة تانية ولا نتوسع في الملاعب يعني؟ لا ما هو ده عشان هم بيفكروا فاكرين انه هيروح يلعبوا كورة. على فكرة مش معنى كلامي ان نعمل لياقة بدنية او تربية بدنية ان احنا نلغي اللعب. ما هو الطفل بعد ما بديله اقويله العضلة دي عايز يلعب كورة يلعب، حتى لما هيلعب ويجري كورة باسكت العب قوة يشارك في مسابقات، ده كل ده بيزود اللياقة بتاعته بقى. بس انا عملت له الاساس، خدت بال حضرتك، انا عملت له الاساس اللي يستطيع بيه ان يمارس. ما ينفعش يروح يلعب كوره واصلا عضلاته هيركب بعد شويه.
يعني احنا بنشوف اصابات دلوقتي في الرباط الصليبي، الولاد عندهم 14 سنه، وده حاجه دليل ان مفيش حاجه ماسكه قدراته العضليه والبدنيه، مفيش عضلات اتعملت. فانت انا بكون له جسمه ده لما يمارس كمان الانشطه الرياضيه هيبقى شيء جميل جدا. هم الساده النواب او كل ما بيفكر فاكر ان انا هلعبه باسكت وكل، لا 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 لا، ده تمرينات، ده موضوع تاني، ده موضوع يتعمل كده قولا واحدا، يتعمل كده تمرينات بدنيه هي دي اللي هتبقى نجاح وسقوط. بس الجزء الثاني الذي لا يقل اهميه عنها اللي هي الثقافه بقى بتاعت الحدوته دي من ابتدائي برضو لغايه ما وصلت ثانوي عامه، ازاي اعرفه جسمه عشان على الاقل يحافظ عليه، عشان يفكر 100 مره قبل ما حد يضحك عليه ويديله قرص، عشان يفكر 100 مره ويعرف ان هو لما بيعمل ده ليه، اعرفه ثقافه الاكل عشان يعرف هو لما بيشتري الاكل اللي جاي ده كلام ده هيعمل له ايه، افهمه انه لما يكبر شويه ولغايه ما اوصل في ثانويه عامه بديله مبادئ فيسيولوجي وتشريح فيعرف تركيب الجسم دي ايه. فبقى العمل اللي بياخده والتدريبات اللي بقوله بحرفه دي عشان بتعمل ايه ودي تاثيرها ايه. في ثقافه غريبه جدا طبعا طبعا يا استاذ، في ثقافه غريبه جدا دلوقتي مش للاسف عند صغار السن بس او الشباب في سن المراهقه اللي ممكن يبقى عرضه للمخدرات، صديق لسه محتك بموقف بيتعامل مع عامل بيطلع له مواد معينه للبيت عنده فهيطلع على السلم كام دور، فقال له الحساب بالظبط كده الحكايه، قال له 300 جنيه، فقال له ليه ده الحكايه بسيطه، قال له انا عشان اقوم بالمهمه اللي عملتها لك دي خدت قرصين ب 120 جنيه، فدي تكلفه عليا عشان اقدر اشتغل. احنا ازاي وصلنا للحالة دي ان انسان بيضيع دخله وبيضيع فلوسه عشان يشتغل على حاجة بتهلكه تماما مع الوقت، احنا ازاي نغير المواضيع دي؟ انا اسف ان المثل صعب جدا ده حاجة سمعتها وكان مؤذية. ما هو النهاردة دولة المخدرات في العالم، من ودي دولة قوية جدا، ما دولة المخدرات ودولة الادوية، يعني دي دولة موجودة، دولة انت تعال شوف بقى مين اللي بيطلع اكبر كميه مخدرات في العالم، في البلاد في الدول، فتكتشف ان هم اللي هم رافعين شعار الاسلام اللي هم بيتكلموا باسم الدين، ايران افغانستان حته تانيه بقى عشان ما نخشش في مشاكل، خدت بال حضرتك دي من الذي النهارده في مصر وكان في مصر في الاوقات والكلام ده اكتر فتره دخل فيها مخدرات في هرتله من بعد 2011 ترى رمضان ده كان بتوزع كده يعني كنوع من انواع يعني ده كانه اسبرين بتوزع لانه عايز يجيب رجل اكبر عدد ممكن. النهارده العامل اللي بيكلم هو بيتكلم على ده هو ما انت خدت ما انت لما بتاخد الترامادول او ما اشبه هتقدر تشيل الحاجات دي دلوقتي ما هو ده هو لا هو بعد اسبوع اذا ما خدش مش هيقدر يقوم من السرير بالظبط وده اللي مش الشباب مش حاسبه. النهارده احنا عندنا مشكله وللحقيقه في صندوق الادمان عامل شغل عامل جهد رائع وجهد بالغ بس انت لما يبقى ده لوحده تعالى بقى نشوف بقى فين طب فين الوجه الثاني اللي ساعد صندوق الادمان واللي ساعد كل واحد بيكتب او بيتكلم في هذا الموضوع، فين الحاجات اللي اتعملت تقول لنا ده؟ بالعكس ده احنا اتعمل لنا افلام، الفيلم ساعتين اللي هم يمثلوا في الزمن 40 سنه ولا حاجه او 30 سنه في ال 120 دقيقه الساعتين دولت اللي بيعمل امبراطور هو في فيلم كان اسمه امبراطور واحد بيملك الدنيا وما عليها وفين في الدقيقه 119 ليه البوليس مكسفه او اتضرب طلقه او اي حاجه اللي هي لحظه الندم بقى اللي هي ولا ندم ولا حاجه البعد الاخلاقي يعني. طب انا اي شاب انت بتقلق ده انت بتقول لي النهارده انا هعيش ابرطع في الدنيا واعمل كل اللي انا عايزه وهيبقى معايا كل حاجه اقدر اعملها وفي الاخر ممكن الطلقه تطلع هيقول يا ريت اعيش كده يا ريت اعيش طبعا عايز ده. فانا فين بقى الحاجات اللي اتعملت اللي تبين الكارثه؟ حتى الافلام اللي بيقول او اللي في المسلسلات اللي اتعملت لا ده كانوا بيشرحوا للولاد ازاي ياخدوا مخدرات، ما كانش شرح المساله. على فكره يا جماعه برضو في الحاجات دي كلها نسال اخواننا، ما هو مين اللي بيعالج الادمان؟ اساتذه علم النفس. ما نسال اساتذه علم النفس انا لما اطلع على الشاشه اطلع الصوره دي ازاي، ايه الصوره اللي تساعدك انت يا دكتور اللي بتحارب الادمان؟ مش انا اقعد انا افت واقول لك اسمه ابداع فتكتشف ان اللي بيتعمل ضد. فوصلت موضوع المخدرات اللي قاله العامل ده صح حي بس ما قالش بقى العامل ده هو انه ان اللي هو مش بياخد وبيتكلم دلوقتي كده لا هو بياخد القرصين عشان يقدر يقوم منهم بالظبط لانه من غيرهم مش هيقدر يقوم من الفرشه بتاعته. طيب استاذ ابراهيم من اين نبدا الاصلاح؟ في اراده سياسيه في توجيهات من رئيس الجمهوريه شخصيا حول هذا الامر ونفترض ان شاء الله انه هيبقى طبعا في رد فعل سريع جدا وهيبقى في من الجهات التشريعيه ومجلس النواب تحرك لاصدار القانون ولجعل هذه الماده على مستوى الاعلان عنها رسميا ماده من المواد الاساسيه في التعليم وماده نجاح وسقوط.
نحرك ده ازاي وتطبيقاته بقى مين المسؤول هو عن الاول الاعلام بس لازم الاعلام والملاحظتين اللي انا قلتهم احنا مش يعني الرئيس لما قال ده ما بقالش حاجه من باب الولايه ولا حاجه ما اكبر دولتين في العالم بيعملوا ده من سنين طويله واحنا من سنين طويله كان عندنا ده وبفعل فاعل الله اعلم نسينا بجهلنا باي حاجه لغينا ده لما يجي حد بقى عايز يرجعنا تاني ويحطنا على الطريق المظبوط ما هو انت جزء من التقدم بتاعك وصلب ومصر تصلب عودة لازم يكون المواطن الصالح ده اللي قادر ده لما يجي حد يعمل ده حد تبتدي الهرتلة ويبتدي الكلام ويبتدي بقى القنوات اللي من هناك عاملين ايه كأننا لا قبل ما نفكر القانون احنا انا في رأيي انا المتواضع الموضوع ده انا مش شايفه انا شايفه قدام عيني وهيحصل ان شاء الله هيتم بإذن الله انا بدي السنة اللي جاية السنة الدراسية اللي جاية دي سنة تجربة اطبق فيها لان انا عشان اعمل منهج وعشان اقول انك انت لما تعمل 10 عدات تاخد كم درجه لازم بالتجربه وبالقياس وبعدين باخد المتوسط عشان بيبقى في واحد هو اصلا بدنيا هو علاقته البدنيه فطريا افضل من زميلي ازاي عشان اخد المتوسط عشان ما يبقاش في ظلم فانا بعمل سنه بشوف التجربه وتطبيقات والكلام ده لغايه ما تدي السنه الاولانيه مرحله تجريبيه مرحله بس تخش فيها الكلام بس هي التربيه البدنيه اللياقه البدنيه ماليش علاقه باللعبات الرياضيه خالص الاولاد اللي بياخدوا البرنامج ده كل اسبوعين اعمل له ماراثون كل مش عارف ايه اشركه في ايه الاولاد اللي يلعبوا في ايه ده موضوع انما المنهج ان انا ابني الجسم ده صح هو ده المنهج بس لو عملوها بقى نظري يا استاذ ابراهيم احنا عارفين ساعات العقليات ممكن نلاقي عملوا كتيب صغير كده اسمه اللياقه البدنيه وبقى ده المنهج وبقى ماده احنا بنتكلم عن الممارسه انا برضو عشان نقول انا ماليش علاقه بالتربيه الرياضيه ماليش علاقه باللعبات دلوقتي انا ليا علاقه ممارسه الرياضه بالانسان ده في المدرسه ده اللي انا همتحنه في ده انا ببني له جسمه بنيان الجسم ده انا عامل مرحله اللي هي من 6 ل 18 حوالي 12 سنه اللي هم دولت هو اللي ببنيه اللي في الاخر يطلع حدوته يطلع منه بطل هيطلع منه انما في الاخر كل دول هيبقوا شيء اساس موجود ياخدوا ياخدوا مصر من حته لحته تانيه البرنامج ده خلاص هو بيتعمل يسيبوا بقى المتخصصين هم اللي يقولوا يتعمل ازاي ويتعمل ازاي والكلام ده كله وبقى حتى عندما يناقش هذا الكلام في مجلس النواب يبقى مناقش على الاساس المعرفة ده انما فكره ان هم لا يكون حد فاكر ان هي هتبقى كوره وباسكت ده موضوع تاني خالص ملوش علاقه بالموضوع اللي بنقوله ده طيب هرجع لحضرتك بعد الفاصل ونسال الاستاذ ابراهيم حجازي ما الذي تفعله المدارس المصريه وكيف تطبق وزاره التعليم هذا الامر فور اصدار هذا القانون واتخاذه خلاص الشكل او الطابع الرسمي ووجود هذا القانون على ارض الواقع في مصر التطبيقات كيف تكون خاصه في المدارس اللي زحف فيها العمران لاستيعاب الزياده في اعداد الطلاب من عام لاخر فما بقاش فيها مساحه لممارسه الرياضه سنعود بعد قليل مع حضرتك ومع مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه لسه معاكم من خلال الاهلي الليله ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي استاذ ابراهيم كنت بسال حضرتك قبل ما نتوقف مع الفاصل عن المدارس اللي حصل فيها تمدد في عمليه البناء لاستيعاب الاعداد اللي بتزيد كل عام من الطلاب المدارس دي طبعا حصل فيها جور على المساحات المخصصه لممارسه الرياضه على مدار عقود هنعمل ايه في الاشكاليه دي ونتعامل معاها ازاي في الفتره الجايه مش معنى ان ما عندناش مساحه ان احنا هنوقف برنامج التربيه البدنيه اللي هو منهج التربيه البدنيه اللي هيبقى ماده اساسيه مش محتاج المساحه دي والناس المشكورين اللي فكروا ان احنا ناخد مركز شباب ما انا هوديه مركز شباب الميكروباصات هتاكل نص العد في السكه يعني عدوس والزحمه واليوم راح لا 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 هي الفكره كلها ايه هي مجموعه تمرينات بس نرجع تاني عشان نقول المقصود بالمنهج التربيه البدنيه ايه ان انا بقوي كل الاجهزه بتاعت الجسم الظاهر والباطن الظاهر اللي هو الدراعين والرجلين والعضلات والمفاصل والاربطه والباطن اللي هو الجهاز الدوري لما بتحرك انا بنشط الجهاز الدوري والدوره الليمفاويه اللي راجعه اللي بترجع الدم ده كله بنشطه بالحركه والنشاط ده كل هذه الامور يمكن تاديتها في مساحه طول الطفل المدرس او معلم التربيه الرياضيه اللي موجود بيعمل نموذج للتمرين في الحصه ومش هنزل تحت انا في الحصه بتاعتي مش هنزل بعمل له نموذج للتمرين ده ويطلع اتنين تلاته يعملوا الكلام لغايه ما يتاكدوا ويقول له خلي بالك لو انت بمعنى لو انا بعمل
يعني كان زمان لما في وقت من الوقت مورا كان كله بيلعب الحديد ده كده، فبرضه في حتة في أهالينا في الأحياء الشعبية فكان يمسك يعمل كده، هو لازم أوصل لكده عشان ولو زوصل عشان عضلة تبقى طويلة، فاللي حصل إن العضلة دي بقت قصيرة فماش عامل كده، يعني هو تلاقيهم ماشيين عاملين كده ومش هو لانه ادى التمرين غلط، هو ادى فخرجت الشكل عضليا غلط، فانا بنميله كل التمرينات دي كلها خلاص. هو هيعمل هو في بيته هيروح حتى لو ساكنين في اوضه هيقدر يعمل التمرين اللي خده، والادوات البسيطه لو في ادوات هنستخدمها اثقال بسيطه في مرحله متقدمه، لان انا بعتقد ان في المرحله الابتدائيه كلها من 6 ل 12 هتبقى كلها عباره عن تمرينات اللي بفكره تمرينات حركيه، الحركيه كلها دي كلها بطول بعمل اطالات وبعمل حاجات والكلام ده كله، ودي مش محتاجه ادوات، لان انا محتاج المرونه، لان بعد 14 سنه ما اقدرش اكسب هذه المهاره اللي هي المرونه بتاعت العضل، فانا محتاج اعمل دي، فانا بديها له من خلال التمرينات دي. التمرين اللي خده انا هيعمله في البيت وهمتحنه فيه، هتمتحنوا فيه ازاي؟ لان احنا بتتعمل خلال السنه دي بتعمل تقييم بحيث انك ما تعمل قد ايه تاخد قد ايه، وفي النظر يبقى هياخد هو كتاب هيبقى فيه حاجات كتيره اللي هيمتحن فيها النظر يعرف ايه اللي جواه. طيب مش مين الجهات اللي ممكن تشترك في وضع هذه الرؤيه اللي حضرتك بتقول محتاجين مرحله يطبق فيها هذا الامر ويبقى مرحله ممكن بعدها يحصل تطوير او تغيير عشان نوصل لافضل صيغه للشكل؟ انا عندي 27 او تقريبا، انا اسف لو اكون كليه التربيه الرياضيه في مصر عندي مجموعه من الاساتذه، انا قلت لحضرتك في لجنه استشاريه عليا لوزير الشباب وهم دلوقتي معنيين بوضع هذا الكلام، ولو في حد تاني هتفضل، انا اصلا مش يعني انا بجتهد، يعني انا مش بكرر ولا بوجه، يعني انا عايز اقول انما عندنا خبراء في مجالات كثيره في المجال ده يقدروا يعملوا ده، بس لما يقولوا اللي هم عايزينه ايه وبعد كده المجلس يناقش ده، بس عشان ما نتوهش المسائل من بعضها، عشان المساله ما نتوهش. ده برنامج تربيه بدنيه ببني بها جسم، المنهج اهو اللي انا هعمله، واصل المنهج ده بيتعمل لانك انت كل مرحله سنيه انا ما اقدرش اتعامل مع الطفل الصغير في عضلاته اللي ابوظ الدنيا لا مرحله. البرنامج بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة ايه؟ اهو اللي هو ما بيعملش، ما فيش كل واحد هياخد المنهج اللي هو يبقى هو لائق بدنيا حتى في الاحتياجات الخاصة بما يناسب ظروف الإعاقة اللي عنده. التاني ده اوصله انا لغاية 18 سنة حاجة تفرح. حضرتك عايز الرؤية الأول يتم وضع هذه الرؤية بواسطة متخصصين والمرحلة الثانية تبقى مناقشة الأمر في مجلس النواب. يناقشوا ويقعدوا هم يتناقشوا مع الدولة اللي عشان اللي مش عارف، ما هو يا جماعة وحتى المجلس النواب لما بيناقش بيسأل، فهيسأل المتخصصين. بياخد رأي المتخصص. بس إنما ما نسألش حد غير المتخصصين، وطالما هو أنا شايف دكتور صبحي يعني أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو أصلا تربية رياضية، وعشان كده هو اتعملت لجنه انا شايف انها كويسه، نشوف اللجنه دي وفيها من الاتحادات الاهليه احمد ناصر بطل الخماسي واحمد الفولي، يعني اللي هو احمد الفولي، يعني انا عايز اقول نشوف ده موضوع ملوش علاقه بالبطوله، ملوش علاقه باللجنه الاولمبيه، ملوش علاقه، ده علاقه بالدوله، لان دي مسؤوليه الدوله، لان ده المسكوت عليه من زمان والدوله انتفضت عشان تعمله، انما لو سيبنا الامور عليه هندننا في الوضع اللي احنا فيه ده. طيب حضرتك ايضا خلال مقالاتك على مدار سنوات اشرت في مرات عديده انه حضرتك كان عندك شكوى دائما انك بترى انه ما فيش رؤيه واضحه على الخريطه الوطنيه للرياضه في مصر، وبعض الناس بتقول معقول يا استاذ ابراهيم مع كل عدد الاتحادات والهيئات الرياضيه اللي عندنا والبطولات اللي بتتحقق والمنافسات وكل ده ان الرياضه مهمله او مش في الكيان الرسمي للوطن؟ نعم. ولما يبقى كل الاهتمام الموجود بقطاع البطوله، قطاع البطوله بالنسبه للرياضه بالنسبه للوطن حته قد كده بالنسبه لمفهوم الرياضه، قطاع الممارسه ده قد كده وقطاع البطوله ده قد كده، الشعب يمارس، الاطفال ال 22 مليون يمارسوا، نسبه كام من الشعب هو ده اللي يمارس؟ ما هو من نتيجه الغلط ده كان ايه؟ ما احنا بنضحك على نفسنا، يقول لك ما المدارس فيها دوري، فيها دوري لعبات، طب ماشي يا عم، طب يا عم البطل بقى كم واحد في الدوري بقى في المدرسه بيلعب، كم طالب من المدرسه، كم طالب من ال 2000 خدت بالك، فتكتشف او ال 1000 فتكتشف كل الحدوته 100 150، طب و850 تانيين بيعملوا ايه؟ فينهم؟ يعني انت فاهم الحكايه، عايزين ده الدوله بقى احنا رايحين المسكوت عليه عشان ال 850 دولت يمارسوا، و850 لما يمارسوا الولاد الموهوبين اللي فيهم رياضيا هيبقوا جامدين جدا، لان انا بنيت له جسمه. عيب ان الواحد يقول ان انا عندي لعيبه كوره وصلوا منتخب مصر عندهم تشوهات التكوين البدني نفسه في مشكله، عيب ان انا اقول حتى في الكوره
انه ما عندوش كل مهارات الكوره، عنده مهارتين ثلاثه والباقي في الطراوه. فاحنا لازم نعيد الكلام ده كله. مش معقوله بقى الدوله هتتدخل كمان عشان في ناس احيانا بتبص على شكل لعيبه الكوره في مصر في الثمانينيات والسبعينيات واجسام اللعيبه والرياضيين في مصر في الوقت ده وبيقارنوا بدلوقتي وبيقولوا كانت الاجسام بدنيا مبنيه افضل بكتير زمان، كان الشكل التكوين الرياضي افضل بكتير. ان في تراجع في التكوين الجسماني، هو تراجع لان انا بحكي لحضرتك كان في عندنا قسم مخصوص اتلغى. اللي لغى القسم المخصوص من المدرسة المصرية يعني ده هو مش عايش طبعا زماتي يعني، أنا رأيي إن يتحاكم. واللي لغى واللي أصدر أمر ببناء فصول على الملاعب ومصادرة الحجرات بقية الأنشطة التربوية الأخرى الرسم والموسيقى والكلام ده كله يتحاكم. لأن أنا حرمت الوطن، لأن أنا لما بعايز أعلم الطفل موسيقى أنا كل 1000 ممكن كل 10,000 ممكن يطلع لي بليغ حمدي، إنما أنا عايز أعلمه إزاي يستمتع، لأنه لو عرف يسمع موسيقى بجد مش هيشيل بندقية، لو عرف مش هيمشي. عايز ترفع الذوق العام للناس، هو أصل لازم دي مكونات الإنسان، إزاي يسمع ده، إزاي لما يعرف، إزاي في الرسم. يعني أنا مندهش جدا إن في قرار في التربية والتعليم باعتبار التربية الرياضية ده موجود، التربية الرياضية والرسم مادة إجبارية بس مش نجاح وسقوط بس مش تضاف للمجموع. طب أنا واحد ربنا خلقه موهوب في الرسم، طب أنا ما عنديش فكرة، يعني خدت بالك أنا ظلم كده، ما فيش تكافؤ فرص، خدت بال حضرتك؟ إنما كان ليه بيدوا الأنشطة التربوية؟ الأنشطة التربوية لأن هي دية اللي بتخلي الإنسان. أنت لما ما عادش في السينما العالمية بتطلع أفلام رومانسية وبتطلع افلام ضرب ومصاصين دم والاحياء اموات والكلام ده كله، العنف اللي في العالم شكله ايه دلوقتي؟ لما كانت في افلام رومانسيه كنت بتحل طلع تاني، طلع السينما المصريه تعمل افلام رومانسيه اخلاقنا هتتغير. ما انت ما هي كده، انما لما طلع لك عنف عنف فانا بطعمك بالعنف، بديك العنف تطعيم ليك عشان تبقى عنيف. الطفل اللي من اللي عنده 16 سنه وهو طفل لغايه 18 طفل اللي قتل المدرسه بتاعته بالسكين، وكيل النيابه بيساله قال له عايز اعيش اللحظه. هو ده اللي شايفه حواليه المناخ اللي هو ده، انا من ده اتفطم. حتى اللعبات اللي بتتعمل للاتاري والكلام ده كله، ما هو خلاص انت حتى صعب السيطره، انت صعب السيطره على اولادك، كف في ايده ده في بلاوي سوداء، لان دايره العنف قدامهم في كل حاجه، في اللعبات حتى كلها عنف. فاحنا يعني حضرتك بتتمنى يرجع الاهتمام تاني في الدوائر الدراسيه كلها في مصر في المناطق التعليميه وكل الهيئات الدراسيه والتعليميه بالانشطه المختلفه الفنيه والثقافيه، انا كل واحد يبين اهتماماته في مجال انا ممكن بقى في ده يعني يرجع تاني قصور الثقافه. لازم ترجع تاني بجد، ترجع تاني، لازم ترجع تاني ان كان قافله قصور الثقافه دي موجوده في الاقاليم لها دور. لازم ترجع القوافل الثقافيه تاني تروح تنزل الكوره والنجوع والكفور، لازم ترجع ده يا جماعه، لازم نرجع ده. بالنسبه للرياضه انا شايف ان الرياضه في المشي والكلام ده كله، ما حدش يقول لي في خارج القاهره في المحافظات لا لا لا، انت عندك حتى لو في زحمه عندك مساحه تمشي. انا بقول لا مش طالب منك حاجه، هتمشي بطلب منك يعني في البرنامج اللي معمول لك ده من جاري ماشي وشات البرنامج بتعمل ما عندكش حاجه. حتى عندنا هنا يا عم خلاص وانت راجع، انت رجعت انزل بدري شويه من الميكروباص وبلاش تركب التوك توك ولا بعد ما نزلت المترو وامشي شويه دول، خلي في مساحه مشي يوميه. ده انا الكبير، الصغير بقى انا بقى بعمل له ده في المدرسه البرنامج هيشوف نتائجه بعد سنتين ثلاثه. لا طبعا اللي حضرتك بتقوله صح، انه في المحافظات والاقاليم المختلفه مش هتبقى مشكله الحركه موجوده زي ما هي في المدن المزدحمه. ومع ذلك اللي احنا بنعمله في المدرسه ما فيش اي عقلي، واي حد هيقول لي في عقلي في موضوع التغذيه برضه يقول لك لا، برضه يقول لك لا، انتوا بتتكلموا عشان انتوا قاعدين دين وتشتغلوا. انا هقول له لا، هقول له لا، بالعكس ثلاث ارباع 99% من الاكل اللي ياكلوه في المدن انا لا لا متوعية ونحاول نفصح ده زي ما حضرتك قلت على يعني المشكله هي مشكله ان انا اعذرهم.
هو طيب المال. كيف نزكي الاتجاه اللي الدولة في الفترة اللي فاتت اتخذته بتوسيع دائرة المنشآت الرياضية في مصر، الاهتمام اللي حصل بمركز شباب الجزيرة والاتجاه لإنشاء فروع أخرى، ده أصبح يا أستاذ إبراهيم وحضرتك تعلم أكتر مننا بيستوعب كم من الأسر المصرية بإمكانات مناسبة لهم، الأب والأم موجودين في مكان في أوبن إير، في حركة، في هواء، في جو صحي، والولاد بيلعبوا رياضة سواء كانوا في فرق أو لا، مجرد تواجدهم في النادي في حركة. أنا عايز أقول أو في مركز الشباب، أنا يعني أنا برضو عدد من هو مشارك في هيئات رياضية سواء مراكز الشباب أو أندية عدد قليل جدا بالنسبة لتعداد المصري. مبدئيا إحنا محتاجين من الدولة، أنا زمان أيام الدكتور عاطف عبيد ما كان رئيس وزراء عملت حملة كبيرة جدا وأقنعت الحكومة ساعتها إن إحنا نشوف الأراضي المتخللات بيسموا المساحات بتاعت الدولة اللي ملك الدولة اللي موجودة في المدن، قلت لهم يا رب 10 متر في 5 حته قد كده بعد تقسيم معين بقت موجوده، هي المتاحة. موجوده خلاص موجوده وماركونه يا مرمي فيها زباله يا حاطين فيها عربيتين بتوع الحي يا من وحصروا الكلام ده كله وطبعا للاسف وكنا عايزين نعمل دي ملاعب مفتوحه لاي في كل اللعبات، يعني الحته الصغيره احط فيها ابني فيها ترابيزه تنس طاوله مش احط كان ايه رد الفعل للكلام هم عملوا ما انا هحكي لك وقفت فين ما احنا برضو عندنا حاجات غريبه عملوا وحصروا فليه وحاجات اراضي كتيره جدا في المدن موجوده في على كل المحافظات وده موجود في مجلس الوزراء على فكره ممكن يبقى اتغير شويه انما موجود لكن الحصر ده او نعمل تاني ده لما قلنا نعمل ملاعب ده الخناقه طب البتاع دي بتاعت محافظه القاهره هتبقى ملك مين واتخانقوا ووقفت واخد بال حضرتك فانا لا اقصد انا محتاج بقى ماليش دعوه بالخناقات ولا حاجات احنا متالين على الاقل دلوقتي مش اقل من 2000 مساحه ارض اللي هي مساحه الهاندبول دي في جميع محافظات مصر مساحة الملعب اللي في الصلاة المغطاة الملعب نفسه الملعب ده اللي هو متعدد الأغراض بتكلم على 30 في 50 30 في 60 متر ده وديت المساحة دي بيديرها موظف من الجهة الإدارية يعني عشان ما عملهاش مجلس إدارة وبعدين يبتدي يبنوا لها محلات ويعملوا بوتيكات ونخش في خناقة ثالثة خالص خدت بالك لا لا ده هي بيديرها ودي مفتوحة للممارسة أي طفل في أي حتة عايز يلعب يلعب وده بينظمها ونعملها اشتراك رمزي ملعب الكورة في مراكز الشباب دلوقتي في كرة مصر ونروح مصر وصلت الساعة ب 200 جنيه يا سيدي صحيح هل يعقل هذا الكلام؟ وده مش مناسب لكل الناس مش يعني ناس وانا اعمل دليل لان مجلس الإدارة عايز يعمل يعمل وبقت عشان يسبوه بقت حكاية تانية القصد من الكلام ان احنا محتاجين الأرض ما هي أرض ما الأرض طيب هو. هل فكرة الباركس اللي موجودة في بعض دول العالم حتى لو احنا تركيبتنا وثقافتنا لسه مختلفة وعندنا مشكلات محتاجين نعمل جميعا على حلها كلنا البارك اللي موجود الحديقة الكبيرة اللي الأسرة تقدر تقعد فيها الولاد يتريضوا اللي عايز يتحرك اللي عايز يتمشى اللي عايز يعني يجري أو يلعب رياضة بسيطة جدا يعني بعض التمارين اللي عايز يقعد يتغدى في المكان بس عايز يقعد في خضرة هل ده أمر مستحيل في مصر ولا حلم ممكن يتحقق تدريجيا؟ بص أنا عملت حملتين واحدة كانت بتاع مركز بتاع مطار إمبابة 220 فدان كانوا في امبابة كان مطار الشرعي المطارات الشرعية الطائرات الشرعية طائرات شرعية اتنقل في العريش المطار واتبقى عملت حملة كبيرة جدا ويعني على أساس نعمل دي مجموعة ملاعب ودناية وتبقى دي متنفس وتبقى دي منطقة إخلاء منطقة زحمة جدا الحتة اللي هناك ديت وتبقى 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 في تفكير الحكومة بتاعتنا لأن احنا برضو حكومة عميقة لسه ده الله يكون في عون الرئيس والله تفكير الناس المولودين والوزارة يعني غريب جدا هو عنده ان الارض يعني اخر حاجه فكر فيها طب يا عم سيبها فاضيه العين ترتاح عليها فاضيه يا عم هو البني ادم ده مش ليه حقوق فشلت هيبني فين بنوا عمارات وما رغم ان هو كان يستطيع من المكان اللي فيه مطار امبابه لو مشي 3 كيلو على طول كده خط عمودي كده الى الرمله بتاع الطريق الصحراوي كده لو مشيت على الدائري كده على طول هيلاقي الرمله طب ليه عملت ده الحاجه الثانيه استاد القاهره وكان في معمول كان طلع برضه في الكلام ده من 10 سنين ولا مش عارف امتى قالوا هنأجر الاستاد وعايزين نعمل تطوير ونهضه في النهارده في صفحه كامله عن ان الاستاد ده هيتطور وهيتعمل فيه سينمات وكازونهات والكلام ده كله معلش هشرح لك الموضوع ده لان لا بالعكس ده كلام مهم احنا بنسمع استاد القاهره ده لما اتعمل الرئيس عبد الناصر جاب مهندس اللي بنى استاد برلين في الخمسينيات وعمل لنا نسخة بالكربون من استاد برلين الاستاد ده في صلاح سالم من الشمال من ناحية من جهة الشمال وفي من ناحية الجنوب الطريق اللي هو فين عند المنصة والحتة طريق النصر طريق النصر
وفي اللي عنده فيه جمع القوات المسلحة ده اللي في ناحية، والناحية التانية اللي هو اللي داخل على مدينة نصر ده اسمه يوسف عباس. كانت المساحة دي كلها المفروض ان هي دي تكملة، هنكمل عليها بقية المشاهد عشان نعمل هنا قرية أولمبية. ده كل الملحقات بالاستاد ده زي البلان اللي في الاستاد ده كان ليه 23 بوابة. البوابات دي مش معمولة فانتازية والحال دردك بتشوف الماتشات بتاع أوروبا بساعات بينقلوا من ملعب، يكون ماتش مهم بينقل ملعب فتلاقي الملعب فاضي وفاضل ربع ساعة على ما يعني بعد اللعيبه حتى ما اتمرنوا طلع في الربع ساعه اللي هيخشوا فيها اوضه اللبس ده في الربع ساعه ده البتاع بيتملي. ليه؟ لان كل مثلا 2000 كرسي ولا 100 دي الخطه اللي اتعرضت علينا. لا بوابه، لها بوابه، والبوابه انا لو البوابه دي بتخدم في المدرج 2000 كرسي مثلا يبقى في مساحه بره للبوابه دي تستوعب ساعه المدرج تستوعب 2000 عشان ما يحصلش تكدس، عشان الله لا قدر لو حصل اي حاجه ما يحصلش مشاكل. جينا احنا السيد الوزير المحافظ ازاي المشروع كش بالشكل ده، السيد الوزير المحافظ اللي هو كان في القاهره بقى على مر العصور حضرتك قدمت له طلب عايزين نعمل نادي الزهور. نادي الزهور ساعتها كان رئيس وزراء اللي عامله، كان رئيس وزراء في مصر، خدوا حته من الاستاد فراح مقفلين الاربع بوابات عايزين نبني قاعه مؤتمرات. طب ما يا عم الناحيه الثانيه من طريق النصر كان لسه فاضي، ما تبني فيه ليه في المساحة؟ ما انت هنا لغايه ما توصل للغردقه، انت في الصحراء دي لغايه ما توصل للغردقه ما فيش حاجه هتقابلك. قاعه المؤتمرات مش عارف ايه والكشافه ومش عارف ايه، اتبقت ثلاث بوابات. وعشان كده لما بيبقى في مشي في الاستاد بيدخلوا الناس من الساعه واحدة ويقعد مربوط بالمشي هيبقى 9 يعني كان المفروض ان الساعه بتاعته عدد البوابات غير بقى كده. تبقى مساحات ارض اللي بيعملوها دلوقتي بارك، مكان انتظار للسيارات لما يبقى فيه ماتشات، والاستاد بقاله سنه ما بتعملش عليه ماتشات. هي دي المساحات ديت. فانا قلت كتبت هذا الكلام، وانا يعني انت برضه لك قدره انك تكتب ما حدش بيعبرك، تكتب ما حدش بالاخر بتزهد الموضوع يعني مش بتزهد بتملك. انا وقفتها ساعتها، وقفت المشروع اللي هو عايزين يعملوه دلوقتي. المشروع ده انا الحته اللي باقيه دي عملت لها دراسه وشفت ده عملت لها دراسه، لقيتها تاخد حوالي تعمل 150 ملعب خماسي تخدم منشيه نصر وتخدم شباب مدينه نصر 150 ملعب وتخدم شباب العباسيه وتخدم ملاعب، وانا مش عامل فيها اي حاجه لان احنا هيلعبوا على الاسفل. وكان عند حضرتك الارقام بتاعتها أيوة المساحه أيوة بشكل دقيق. ايوه 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 ده ومش حاجة. ولما يبقى في منشات مش هنلعب، وانا كل الحكايه عارضه بتتحرك والاسفلت ومخطط الاسفلت، هو ده الموضوع كله. النهارده بيفرحونا انهم عايزين هو الاستاد معمول عشان يجيب فلوس ولا عشان يجيب يصنع بني ادمين؟ ما ده المفهوم. اذا كان المفهوم ان هي فلوس، لا يا عم ده انت عندك حاجات تانية بقى، بدل حمامات السباحه اللي في السد دي تحط فيها شويه سمك بوري وبتاع ده هتعمل لك قرشين كويسين. في ايه؟ هنهزر يعني؟ هنا حضرتك اعتقد ان كلامك والمراره اللي ظهرت في كلامك عن ده بيتعمل تاني، ان حضرتك بتتمنى يبقى في اتجاه لدى الدوله للاستفاده من النص فرصه المتاحه لمساحه للرياضه وللتريض وللتنزل. هل يعقل ان رئيس الدوله بيقول لي النهارده عايز يعمل ده ووقف وقال الرئيس ده في كل مناسبه ده بيتكلم في هذا الموضوع؟ فلما يبقى عندي ملاعب تخدم مجموعه شباب ما عندوش فرصه ان يعمل اي حاجه، ومقول ان هعمل كافيهات وهي ناقصه كافيهات ولا محلات ولا نافوره وهي ناقصه، وده ابعد عن الرياضه، ابعد يا اخي عن المنشاه الرياضيه. والمنشاه الرياضيه المفروض ان المنشاه هو انا التعليم، مستني منه مكسب فلوس ولا انا بكسب بشر؟ بكسب لا طبعا بستثمر في البشر مش لا ما انا استثمر ده انا بقره، وانا مش هكتب في الموضوع انا ما يعني هو كلمتين دول هقولهم ومش هتكلم في ده تاني وخلاص بقى، يبقى ده ما تقيل يعني. لان انا وقفت المشروع اللي فات وكان المشروع كان فيه لجنه سياسات وكان هم موقفين يعني ايه حصل لي اللي حصل لي، خدت بالك؟ انا مش سامعها خلاص ما دام انتوا عايزين تخربوا. رئيس الجمهوريه بيقول حاجه وهم بيخربوا من الناحيه الثانيه. طيب يعني النهارده حضرتك بتقول انه من اهم النقاط اللي حضرتك بتطرحها او بتقترحها على الدوله انه اعاده النظر في الحصر اللي تم في مرحله سابقه للاراضي المتخللات اللي هي متاحه وموجوده ومملوكه للدوله وممكن تستغل في الرياض ومساحات بقى من بس يبقى في مركزيه للقرار تمنع اي جهه توقف لهم المشروع ده تقول لا والله ده تبع هنا المحافظه ولا الحي ولا بعيدا احنا عشان خاطر ولا وزاره كذا عايزين نلحق بسرعه انا علي حرب رهيبه دلوقتي وصلت يا محمد. ده موضوع المفروض كلنا نسيب اي حاجه ونتكلم فيه، موضوع المخدرات والولاد الصغيرين. لازم النهارده الولاد اكتر حاجه تنقذهم الرياضه، محتاجين مش اقل من 2000 مساحه في كل المحافظات. المحافظات اللي لها المحافظات اللي لها حظاير صحراوي اعمل فيها
ما اعرفش اي طرق جديده بعملها، يبقى انا عامل حسابي بعد حرم الطريق عامل مجموعه ملاعب. ما فيش عمران ما دام في طريق هيبقى في ناس، بابا ملاعب هيجي بس بعد الحرم اعمل ملاعب ومن دلوقتي. بس محتاجين زي نترجم كلام الرئيس، لان هو ده مصر. مصر مش هتنطلق الا باجيال قويه عافيه. احنا محتاجين، اعتقد كلام حضرتك كمان بيحمل ضمنيا رساله لكل اسره مصريه وللمجتمع كله وللمسؤولين، انه لو اذا لم يتم استيعاب الطاقه اللي موجوده في عمر المراهقه والشباب، انه اما في مجال دراسه او مجال فني او هوايه بيحبها الولد او البنت وبيركز فيها وينمي فيها طاقته، او رياضه ما او نشاط ما ذهني او حركي او ابداعي، ده بعد كده بيخرج بشكل بيولد بقى عنف وتجاوزات وكل الموجود، بتدمر الانسان واحيانا بيدمر مجتمعه كمان او محيط اسرته على اقل تقدير. طيب هنتكلم عن كمان بعض المانشيتات، احنا عايزين نستعرض مع حضرتك ومع زملائنا في فريق العمل واسره اعداد البرنامج في مانشيتات كتير لحضرتك عايزين نسترجعها مع حضرتك ونقول ونتكلم عنها ونشوف ابرز المراحل اللي حضرتك مريت بيها في كتابه هذه المانشيتات. لو حضرتك بتقسم مرحله كتابتك على مدار اكتر من 12 سنه في قضية التعليم والنهوض به والرياضة في مصر وربطهم ببعض، حضرتك بتشوفها كم مرحلة؟ هل كلهم؟ هو الفكرة كلها إيه؟ أنا طلعت من القوات المسلحة سنة 75 هنا عن مدارس المتفوقين رياضيا، دي مرحلة من المراحل حضرتك كتبت عنها. كان الموضوع ده عن مدارس المتفوقين رياضيا ودورها. ما هو هنا مش واضح قوي على الشاشة، بس أنا كمان بتابع مع زملائنا في فريق العمل المحتوى نفسه للمنشأة، الحمد لله، لأن هنا الشاشة كان مش واضح بالنسبة لنا فيها. هو هنا الموضوع ده اللي حضرتك بتتكلم فيه عن دور مدارس المتفوقين رياضيا، وإذا كان ممكن يبقى لها دور مؤثر في المجتمع أو بتطالب بعودتها أو أهميتها. المتفوقين رياضيا، أنا خدت الموهوبين، ده الموضوع بتاع البطولة، وده مش موضوعنا، ده موضوع البطولة ومش موضوعنا، دول الموهوبين. المتفوق رياضيا ده موهوب، ده موضوع بتاع البطولة. احنا بقى في اذا قلنا اعتبرنا لو في عندي 1000 واحد بنبقى عندنا 100 منهم في البطولة. انا بقى 900، احنا مشكلتنا 900. احنا مشكلتنا في المدارس، ال 2200 في المدارس دول لما نطلع منهم كلهم هيطلع موهوبين، منهم هيطلع 1000 2000. انا النهارده بتكلم، احنا عندنا 22 مليون مليون، انا عايز بقى ال 21 مليون التانيين، هو ده قضيتنا. لا مفهوم، ده طبعا الامر اللي هو الاشمل والاهم. المدارس الرياضيه كانت فكره عظيمه وافسدناها بعد فتره، بقى بيجي السيد الساده بقى، ما خلاص بقى، ما هي المساله مدرسه فيها نظام وفيها كلام ده، فابتدت يبقى في تكالب عليها، فيجي واحد ساحب بقى جايب توصيه ما من ما واخد ابنه ولاده كلهم يبقى عندهم مش واضح، هو لا واضح من الشكل انه مش متفوق، هو ده متفوق في الاكل يعني، هو واضح انه يعني بطل في الاكل، خدت بالك؟ وماله ده الواد ده ما شاء الله، فالواسطه تقضي على الهدف من المدرسه. خلصت دي المساله، خلص. المدارس العسكريه انا بعتقد اكثر يعني انضباط فيها هائل جدا، الكلام ده في كلام، بس محتاجه ان البرامج بتاعتها يعني زي ما بيقولوا يعاد تقنينها او يعاد تاني، احنا محتاجين. هل حضرتك سمعت من قاده ومسؤولين في يعني قيادات في الكليات العسكريه التابعه للجيش المصري او كليه الشرطه اكاديميه الشرطه، انه فعلا بيبقى عندهم يعني حالة من عدم الارتياح لكم الحالات اللي بتتقدم اللي هي مش مبني الجسم بشكل سليم؟ لأن حضرتك كتبت ده في المقال الأخير. ده مسألة مزعجة، أصل ده بيخليك النسب والأرقام. أنا النهاردة ده، طب أنا خدت من دول الأفضل من دول، خلاص، طب ما هم دول مطلوب منهم، انا هيوري الحياه في الانشطه الاخرى، ما انا مطلوب منه انه يلائق بدنيا، يبقى عنده لياقه بدنيه. هو منزعج من الفكره انه طبعا ده عامله ازعاج شديد جدا يعني، ده هو ما كانش رئيس يطرح بده ويوجه بده ويكرر ده مره واثنين وثلاث، بس احنا كمان عايزين نساعد الراجل بقى، نساعده في الحاجات دي كلها. طبعا مساله مزعجه جدا. تعال بقى شوف ان الطالب لما تيجي، انت حضرتك تفضلت، نفسي كان يبقى في هم اداره التوجيه المعنوي تبقى تدي فرصه ان انا يوم تعمل تلخيص ليوم اللي اخدته من الحياه المدنيه ده، ازاي حولته في 45 يوم اللي هم ال 45 دول اللي ما بيشوفش فيهم الاسفلت دول، ازاي حولته من الحياه المدنيه ده بقى مؤهل للدخول في الحياه العسكريه، بقى جاهز انه يبقى خلاص. ايه اللي بيحصل؟ انا من اول وجديد اشتغلت معاه، من اول وجديد في كل حاجه، هم بادئين معاه هناك من اول وجديد في كل حاجه، في النظام والالتزام والانضباط والبتاع والكلام ده كله، وخلاص بقى انت هنا في المساله ماشي، انت هتنام الساعه 10 و9 الساعه 5، نمت عدد ساعات الكافي اللي ربنا قال عليه، تعال لي بقى من 5 لغايه 10 بالليل تاني، تعال لي بقى في الارتداء ده،
كل حاجة. فبتلاقي بعد ال 45 يوم الطالب لما بيرجع أهله ما بيعرفوش, حدوتة تانية خالص. طب أنا يعني عندنا تاريخ كمان حافل من الإنجازات في عملية ممارسة الرياضة, وكان لنا أبطال عالميين يا أستاذ إبراهيم, حضرتك كتبت في ده كتير. تاريخنا في الرياضة والمنافسات العالمية زمان كنا دايما متواجدين على خريطة الرياضة العالمية بقوة, وعندنا يعني كان حتى الكليات العسكرية كان بيدخلها أشقاء لنا ضباط من دول عربية شقيقة كانوا ولادها بيتعلموا في الكليات العسكرية المصرية. في رجل مسن الآن هو ضابط من دولة عربية شقيقة في القوات المسلحة لديهم على المعاش, بيقول بعد ما أهله شافوه في زيارة بعد ما دخل مع البعثة اللي بعتتها بلده لمصر, قال بفترة قليلة جدا قالوا له والله يا فلان صرت كيف الرجال, يعني قالوا له الجسم اتبنى وخدت الشكل, قال حتى خدت الشكل المصري بتاع في الوقت ده, بيتكلم طبعا فترة من 40-50 سنة, بيتكلم عن شكل بناء الجسم والتكوين الرياضي للمصريين في الوقت ده. فبيقول انتوا ليكوا تاريخ في ده, الراجل بيقول احنا فرحانين بالفترة اللي قضيناها وتمرنا فيها وتعلمنا فيها الأمور دي في مصر. انت عايز تعرف ما هو الناس بتزعل وله شأنه يعني شخصية رتبة, ما هو قال كلمة حق. كلمة الحق دي أهلي إخواننا عندنا البعض هنا اللي هم في النخبة والمش عارف إيه, واللي هم قاعدين بيدينا ظهرهم دولت اللي هم بيتريقوا على أي حاجة ومش علمهم أي حاجة. طب يا جماعة أنا أنت بتزعل إنه كل حاجة بنقول القوات المسلحة تسند وبيسند ده إشراف الله. ما هو الرجل ده أنا خدته قعدت سيخته الهرثلة اللي عاشها في لما جالي من 18 سنة السنين لما بقى عن 18 سنة اللي فاتوا دول أنا اللي كان ماشي أهو اللي كده, بس قعدت صياغة المسألة دي كلها. أنا النهاردة ده لما قعدت صياغته أنا في حتة واحدة, الرئيس بيريد أن تكون إعادة الصياغة في كل حتة عشان يبقى أنا عندي في كل مؤسسات الدولة نفس الخامة دي. هو ده المطلوب, نقدر نعمله نقدر نعمله والله. وفي ناس كمان بتطرح ده, بس هرجع للمنشد ده الاول. كان قدامنا صوره ثانيه مكتوب عليها العنوان اللي حضرتك كتبته انفجار الامل. انفجار الامل, حضرتك هنا كنت بتتكلم امال صناعه الابطال امام صناعه الابطال. انفجار الامل امام صناعه الابطال, هل حضرتك متذكر المنشد ده كان عن اي قضيه تحديدا؟ لا والله انفجار الامل واضح ان هم دلوقتي بيستعرضوا منشدات كتيره لحضرتك من فترات سابقه, يعني اشاره للمشاهدين على كم القضايا الرياضيه اللي حضرتك تبنيتها. هو في النقطه اللي احنا في ان احنا لنا تاريخ, بس كان التاريخ محصور في 3 4 لعبات فرديه على راسها رفع الاثقال, واحنا عملنا في رفع الاثقال من اول من دوره من 28 من اول دوره من شاركنا فيها في 28 كان فريد سيميكا خد في الغطس وهي دي المره الاول ميداليه واخر ميداليه, وبعد كده رفع الاثقال قعدوا معانا في الفتره دي كلها لغايه ما وصلنا لاوائل الخمسينيات الابطالنا, كنا اسياد الحديد في العالم. يعني النهارده انا عندي محمد ايهاب يستطيع ان يعيد هذا المجد تاني, مع ملاحظه ان حصل ثوره تكنولوجيه في التدريب والكلام ده كله. انما احنا عندنا اهو بطل زي ده بدا مؤخرا يبقى فيه اهتمام من بعض الشخصيات المصريه بيه لدعمه, لانه اشتكى وقال وكتب على تويتر او على فيسبوك بيقول مش معقول يا جماعه اللي انا بحققه كارقام لنفسي والمصر كرياضي مصري وانه عنده مشكله في التمويل والرعايه ومش لاقي راعي. ومؤخرا بدا يبقى فيه التفات من بعض الشخصيات المصريه, يعني عشان ما اقولش اسماء بس الا ما اتاكد من المعلومات, لكن فيه التفات لدعمه. الغلاف ده كان غلاف الاهرام الرياضي, فانا قلت يا جماعه انتوا حرام عليكم, كان هو الغلاف باين الكتب فيه اظن موجوده تحت ده الافراج عن المواهب من سجن المناهج. ده ابني ما خدته صور, ما كنتش هلاقي حد اصوره. مندو اللي هو كان لعب في النادي الاهلي وهداف الناشئين وفريق كبير. طبعا انا عارف في السن ده هو كان ابتدى يلعب, فانا اكتشفت ان هو في السن ده هو لسه يعني يا دوبك كان لسه في الكي جي 1 ولا في البتاع ديت وبيدولهم هوم ورك. ايه التخلف؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده انا المفروض الست سنين الاولانيين دولت يبقى بديله العربي ومبادئ الحساب والباقي انشطه رياضه وانشطه في الست سنين. ما انا عندي ست سنين تانيين اعدادي وثانوي ادوله اللي انت عايزين تدوله فيه, هل يعقل؟ فهل النهارده الكتب دي؟ وبعدين انت لما تشوف كان في السن ده مش قادر يشيل الشنطه كم الكتب اللي عنده. في ايه يا جماعه؟ واحد يطلع هياخد دكتوراه مثلا وطوله متر و30 سم ده هياخد دكتوراه مثلا؟ يعني ولولا بقى انا عايز اقول لحضرتك على حاجه, لولا ان انا المساله دي قلت له لا خد رياضتك العب بقى انت, يعني خد ممارسته. انا ولادي مايو ورشا كانوا منتخب مصر سكواش ومنضوا في الكوره ووصلوا للمستوى اللي انا شخصيا انا ما كانش هما بيمارسوا ما كانش عشان خاطر يبقوا ابطال, انا كنت عايز يمارسوا يلعبوا رياضه يبقى عندهم الثقافه دي ممارسه الرياضه كنا نتفوق. ده موضوع تاني
اللي انا اقصد اقول ما هذه الكارثه لغايه دلوقتي المناهج الدراسيه. بس انا شايف طبعا في امل كبير مع الدكتور طارق شوقي الحقيقه وزير التعليم. لا ده هيتنسف المناهج دي دلوقتي مناهج بحث ومعرفه مفيش حفظ بقى. طيب ما احنا متوقعين دكتور طارق او اي مسؤول في مصر بيحاول او يبادر بالتغيير للافضل والتطوير انه هيصطدم بمافيا مستفيده من الوضع الحالي اللي دايما بتفرمل اي نوع من انواع التحرك للامام. يعني ما هي الممارسه اللي بيوقفها المافيا بتاعه المنافسه هم اللي موقفين دي. هو مصالحهم هنا هم ما يعرفوش بعض انما مصالحهم اللي معرفاها اللي هي بتتلاقى اللي هو بيرفض ده. اللي عايز دايما الرياضه كلها تبقى مختزله في المنطقه دي بس هو نايمه كده حدوته كده مكوشين عليه. لما تيجي النهارده يجي الدكتور طارق ونتكلم على خلاص بحث ومعرفه انا ما بيحفظش هو يروح يدور ويجيب المعلومات ده ايه ده. اضافه ماده التربيه الرياضيه للمجموع ده برضو من المانشيتات اللي احنا تابعناها ده اللي هو الموضوع اللي انا قلت حضرتك طبعا اهتميت بمتابعته قبل ما نجري هذا الحوار. المدارس الخاصه بترحب باضافه ماده التربيه الرياضيه للمجموع والمدارس الحكوميه في مأزق. حضرتك شايف الاشكاليه ده تحقيق مكتوب لان هم مش فاهمين الموضوع. لا مش عايز هتقول لي الملاعب وانا عندي الملاعب لا كفايه ها يعني انا عايز اقول لهم لا مش ده الموضوع. الموضوع النهارده مش اللعبات. اللعبات دي هيبقى بيمارسها بقى ممكن بقى ساعتها يبقى انا بدي يوم في الاسبوع او يوم كل اسبوعين افضي فيه الغسل الولد يروح يلعب كوره واعمله اعمل له كل شهر سباق ضحية على قد سن. ممكن اعمل له في الاول في السن الصغير ده سباق مشي في الصغير ده ترجمه. انما الماده ان انا اربي له عضلاته والحاجات والتمرينات اللي هياخدها لان التربيه البدنيه كلها مجموعه تمرينات مش عايزين مساحه فما يقولوليش الخاصة لا 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 هتمشي على الكل بس هم يسكتوا. المهم بس ونتمنى ان حضرتك تكون معانا في الرأي ده انه بعض الخبراء ما يحولوش الامر لمجرد كتاب وفي نهاية السنة يبقى فيه امتحان نظري معلومات عن الرياضة والولاد يحلوها نظري يعني دي هتبقى كارثة. لو كنت عايش انا وهم بقى وهنروح انا اروح طورة هم او اروح مش هسيبهم في اي حتة انما هتبقى كارثة فعلا هيبقوا بينسفوا المبادرة من اساسها. لا 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 يعني لا مش هيحصل ده. انا عايز اقول على حاجة طالما ان الرئيس مش عشان ان احنا مستنيين كل حاجه الرئيس يقولها انما هو الرئيس يعلم خطوره هذا الموضوع طبعا. والرئيس كان عنده مكان من ما هو الراجل جاي عنده كهرباء ولا عنده ميه ولا عنده سكك ولا عنده طرق ولا عنده عله ولا عنده وعنده ارهاب وعنده كلام ليه الوقت اللي احنا نتكلم فيه في ده هتيجي تطرح كل موضوع بيطرح بتلاقي ناس على طول ضد اللي هم اللي انت عارفهم ده لا ده خلاص ده هو مش هو ولا يلقي بالا لده وهيتنفذ ده واللي هيحاول انه يعطل ده ولا اي حاجه ما يقدرش انه عارف ان رقبته هتيجي يعني خصوصا ان هيبقى في نظرا لان في قرار ومظله من الرئاسه ومن الاراده السياسيه اللي اعلن عنها رئيس الجمهوريه شخصيا انه بالتبعيه هيبقى فيه اهتمام من كل الجهات التنفيذيه ومن المؤسسه التشريعيه في مصر مجلس النواب فالامر هيتم استكماله بخطوات رسميه سريعا جدا. ده ترس التربية البدنية أو اللياقة البدنية للشعب أو للشباب ده ترس من تروس بتاعة مصر تقوم. المكنة مش هتشتغل والترس ده مش موجود. هو كان بيكمل الحاجات الصعبة اللي عايزة فلوس جامدة واللي عايزة كذا فعمل كمية المشروعات الهائلة 8000 مشروع يا راجل أنت في 4 سنين 8000 مشروع دول بقى عايزين المواطن القادر إن يعمل ده. أنا بحضر الأجيال ده فمحدش يجي يحاسب حد يقول لك طب وكنت فين؟ هو هنحاسب احنا عندنا 40-50 سنة كنا في البلالة قاعدين ولا حاجة ولا اهتمام ولا المدارس راحت وده راح وده ومشاكل كلها ده تتشالت ويحل يا باشا فهو بيحل هيجي بقى حد تاني من دول كلهم ما اعتقدش ان حدوا يعملوا ده. طيب اول خطوة حضرتك بتتمنى انها تحدث في الايام او الاسابيع القليلة القادمة انطلاقا من هذه المبادرة اللي اعلن عنها رئيس الجمهورية ان اللجنة اللي معمولة برئاسة الدكتور كمال درويش اللي هم مستشارين السيد وزير الشباب والرياضة تحط الاسس بتاع المنهج ده ومتى ما اتحطت الاسس بتاع المنهج ده عشان نغير فكر الناس ونفهمهم انهم مش رايحين يلعبوا كوره. اللجنه اللي اعلن عنها دكتور كمان لا السيد وزير الشباب بتحط اللجنه دي مع لجان اخرى مع اي حد تاني انا بالتالي عايز يتقدم للسيد وزير الشباب رياضه ان هو اللي معاه الملف. انا بعتقد ان التربيه والتعليم والسيد وزير التربيه والتعليم والسيد وزير التعليم العالي استركوا المساله للسيد وزير الشباب وبتعمل لجنه دلوقتي من دول. وانا بقول برضو من هنا ان اي حد عنده افكار لان في ناس ممكن بيسمعوا ده اللي بره عنده افكار كلام وده احنا مش بنخترع على فكره مش هنصنع لسه حاجه ما موجود بره احنا في المدارس بتاعت. طيب المدى الزمني اللي حضرتك بتتمنى ان يتم فيه وضع هذه الرؤيه يا باشا حتى تعرض على يا باشا السنه العام الدراسي الجاي دي تتطبق بس انا بطبقها سنه عشان برضو عشان ما تحصلش سنه
بطبق السنه دي ان انا بعمل فيها ممكن فيها بعض التعديلات او بطبق ترم واحد سنه 3 4 اشهر عشان احط المعايير هو حتى تعمل معايير بس بطبقها يعني التمرين ده لما يتعمل قد ايه ياخد درجه قد ايه مش عارف ده بقى ايه قد ايه ده بتتعمل الحاجات دي كلها الحاجات اللي هتبقى عايزه ادوات بسيطه في المرحله الاعداديه والثانويه ادوات ان يقدر كل طالب يعملها في بيته. في سؤال وانا بسمع حضرتك دلوقتي برضو فكرت فيه انه الكوادر اللي هتتدرب على هذا البرنامج حتى تنفذه مع الطلبة والطالبات في المدارس اعتقد ان ده موضوع مهم. انا عندي 27 كلية تربية رياضية وعندنا النهاردة طلبة كلية التربية الرياضية يقدروا يعني انا يقدروا يعملوا ده صدقني يا محمد نقدر نعمل ده والله إيه لا احنا بنفكر في كل الجوانب انا بقول انا محدش ابدا ممكن انا عايز اقول لك حاجه بعد الحاجات اللي اتعملت بعد حفر القناه اللي كانت تتحفر في 3 سنين اذا خلصت في 3 سنين تتعمل في سنه بعد الكهرباء اللي كانت مشكله المشاكل اللي تتعمل بعد كل الانجازات اللي بتتعمل دي نثق في قدراتنا احنا قدراتنا في مقال اللي انا اللي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي بقول وليه لا وليه لا ديت جت لي من يعني جت منين لان انا اتربيتها بقى عمليا دي كانت في ما احنا دخلنا انا دخلت الجيش 68 فانت النهارده هزيمه رهيبه وكذا وكذا والرؤيه قاتمه جدا فانت كان فكان وليه لا اديات اللي اتعلمناها اتعلمناها وليه لا ما نكسرش عظمهم وليه لا ما نعملش وليه لا اديات عملت راس العش وليه لا اديات ضربت ايلات وليه لا اديات ضربت الحفار اللي كانوا بيتنططوا بيهم المخابرات العامه جابت رقبتهم والصعقه البحريه نسيت كل بطولات حرب الاستنزاف وكل احنا خلينا كل ايام الاسبوع حزينه عليهم انا بتكلم فليه لا ما نعملش ده وليه لا ما نبقاش عندنا البتاع ده ما هو معمول في روسيا من الاتحاد السوفيتي من 1931 ومن ايام الرئيس ايزنهاور معمول ده مشروع اللياقه البدنيه ده مشروع دوله اصل ده بدون اللياقه البدنيه انسى بس احنا سخفنا المساله لما فكرنا وبقى عند الناس كلها فاكرين ان الرياضه هي الكوره مع احترامي للكوره انا مش بقلل منها ده نشاط ترويحي بيسعد شعب وبينكد على شعب مع احترامي للكلام ده كله لا لا والنشاط الرياضي الاكثر رواجا وربحا في العالم كله يعني الرياضه ناجحه ده موضوع تاني انما انا لكن ده ما بيتعرفش طب ما تيجي نطلع من خلال مشروع لعيب الكوره بجد احنا اللي عندنا شبه ما تيجي نطلع لعيب الكوره بجد بقى لما يبقى الولد ده من 6 سنين ابتدى ياخد لياقه بدنيه وتمرينات وتاسس ده هيبقى حاجه تانية هو عنده 12 سنه وبيلعب كوره ربنا احنا في 6 سنين وحياه ربنا في 6 سنين نقدر نبقى زي البرازيل والمانيا في الكوره بس نشتغل صح. صح يبقى حضرتك بتتمنى اول حاجه ان الانتهاء من عمل اللجنه اللي هتضع دوت تتعمل تعلن بقى ويبقى في توضيح وبعدها تبدا عمليه المناقشه مع مجلس النواب عشان خاطر يبقى عارفين بيعملوا ايه بس انا يعني اتمنى ان الساده مجلس النواب يبقوا عارفين ان الموضوع ده احد اخطر واهم المشروعات الحقيقيه اذا كنا عايزين مصر تقوم. طيب لو اتحرك مجلس النواب وان شاء الله يبقى في تحرك وهذه اللجنه وضعت الرؤيه وتم مناقشه الامر وفي مظله كمان في تغطيه كافيه للموضوع بوجود اراده سياسيه لدى النظام الحاكم بتفعيل هذا الامر. ايه الرساله اللي حضرتك تود ان تختتم بها هذا الحوار للمسؤولين بشان المبادرات اللي حضرتك بتطالب بها وهي كثيره ومتاحه في مصر زي الاراضي المتاحه للملاعب وللبنيه التحتيه انا بطلب من تقول لهم ايه؟ بقول للسيد رئيس الوزراء باعتباره سيد رئيس الوزراء وهو في نفس الوقت وزير الاسكان يعني هو اللي عنده الاراضي بقول له عايزين اكبر عدد ممكن مساحات الارض التي نطلقها ملاعب فضاء في كل انحاء مصر الناس هتدعي لك ده والشباب هيدعي لك دعوي عايزين نفرمل حرب المخدرات اللي علينا عايزين نساعد الرئيس في القرار بتاعه لان ده اساس ما انا لما يبقى عندي ده يبقى انا الترجمه بتاعت البرنامج ده خلاص لما يبقى في القاره المدرسه اللي في القريه بقى عنده 3 4 5 6 ملاعب اقدر اعمل له انشطه حضرتك بتطلب ملاعب بسيطه انا مش عايز حد الادنى وبعدين على فكره مش عايزين ترتان انا شفت في ايطاليا صاله مغطاه ارضها اسفلت الاسفلت احن من الترتان على لو الولد يقع عليه ومن الباركيه يعني عايزين ملاعب اسفلت وتتخطط ويلعبوا حتى المشروع بتاع اللياقه البدنيه اقدر اترجم له بقى لما الولد يعمل اللي يخش في اللعبات الثانيه او اعمل له اللعبات الثانيه يبقى في الملاعب دي عايزين هذه الملاعب من السيد رئيس الوزراء نشوف الموضوع المتخللات اللي باقي في المدن ناخدها اللي داخل المدن ده هيفيدنا كويس جدا اللي ملك الحكومه وتبقى ملك لكل محافظه بس تبقى هيئه عايز المحافظه تبقى يتابعه بس يديرها نبني ترابيزة تنس طاولة هنا حضرتك عايز تحرك من كل من كلنا. يمكن أن يسهم بدور في تفعيل احنا لازم هذا كلنا هو يعني هو في واحد بس اللي عمال طول النهاردة انت كل يوم تقوم الصبح تلاقيه في حتة هو واحد بس اللي عمال يشتغل واحنا عاملين نتفرج احنا عايزين ننزل نساعد بس كلنا نساعد
خصوصا ان حضرتك بتقول كمان نشتغل وفقا للممكن للمتاح، يعني بالامكانات المتاحه. حضرتك ما بتقولش عايز ملعب على مواصفات عالميه، عايز ملعب بسيط. اللي قاله الرئيس يستفز من كلمه المتاح، ولو الرئيس مش عارف انه يتنافس ما كانش هيقول بالصيغه دي. الرئيس يعلم انه يتعامل بده. انا بس عايز اقول لكل ولي امر وكل ده، يعني انت تحمد ربنا ان 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 قرار زي ده طلع، ان الدوله تهتم، وده اول اهتمام حقيقي بالرياضه، واول احترام حقيقي للرياضه، المفهوم الرياضه اللي هي النشاط البدني. الرياضه هي اي نشاط حركي. عايز اقول له مش نفسك ابنك اللي انت عايز تطلعه دكتور او تطلعه اي حاجه تاني اول ما دخلش هنا يبقى في لياقه صحه جيده، مش في لياقه، في لياقه الضابط بتاع الجيش او ضابط الشرطه او ضابط الصاعقه؟ مش نفسك كده؟ مش نفسك انت ابنك ده لما تشوف الشباب ده اللي زي الورد اللي يفرح ده يبقى زيه؟ ابنك ممكن يبقى كده. فلازم تكون اول واحد سعيد بهذه ومبسوط بده. نتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي بالشكل اللي حضرتك بتتمناه، وافضل واسرع كمان، وان كل المسؤولين يساعدوا بعضهم البعض، كل في تخصصه وكل في الامر اللي هو معني بتنفيذه كجزء من الاجزاء المهمه لهذه المبادره اللي اطلقها رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونتمنى ان تكون هناك يعني عمليه تعاون وتنسيق بين كل الهيئات وفي مقدمتها الانديه المصريه، وبالتاكيد زي ما قال الاستاذ ابراهيم حجازي ان النادي الاهلي اكيد هيكون يعني من شركاء تفعيل هذه المبادره، وهيقوم بكل ما يمكن ان يقوم به النادي الأهلي بتاريخه ودوره ومبادراته في المجتمع المصري في هذا الاتجاه لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ومساحة من الرياضة أكثر اتساعا في المجتمع المصري إن شاء الله. أسعدتنا يا أستاذ إبراهيم، وهنستنى مقال الجمعة اللي جاية إن شاء الله ونتابعه ونستمتع به شأن دايما متابعتنا لمقالات حضرتك المتميزة. أنا بشكر حضرتك، وكل سنة وطيبين، وكل سنة ومصر طيبة، ويا رب السنة الجاية تبقى أفضل إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي في نهاية هذا الحوار بشكر حضرتك. شكرا مشاهدينا، شكرا لحضراتكم على المتابعة. نهاية هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقرتنا مستمرة بعد الفاصل مع كل من محمد سعيد وعمر ربيع ياسين. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. والفقره الثانيه من برنامج الاهلي الليله النهارده فيها بالتاكيد ضيف مميز، ضيف رغم انه اشتهر كاتحاداوي واحد نجوم سيد البلد نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر، لكن اشتهر ايضا باهلويته الشديده، مدرب قاد العديد من الانديه سواء داخل مصر او خارج مصر، لكنه دائما الكيمياء مع نادي حرس الحدود مختلفه تماما. من المدربين المتميزين اللي من القلائل الذين حققوا بطولات وهو مدرب خارج مدرسة الأهلي والزمالك، لكنه استطاع الفوز ببطولات داخل مصر وتحديدا كأس مصر مع نادي حرس الحدود، وأيضا تميز بالحصول على إحدى البطولات في الدوري الليبي مع نادي أهلي طرابلس. قاد أهلي طرابلس أيضا في البطولات الإفريقية، وكان لي مباراة مثيرة ومهمة جدا مع النادي الأهلي في تونس في مشوار البطولات الإفريقية خلال السنوات الأربع الأخيرة. معي ومعكم في الفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة، وبيشرفنا بينورنا النهاردة في قناة النادي الأهلي الكابتن طارق العشري. كابتن طارق مساء الخير ومنورنا في شاشة قناة الأهلي. الله يخليك أستاذ محمد، شاكر جدا. أهلا بيك وتحياتي ليك ولكل الأسرة البرنامج. أهلا بحضرتك. طبعا يعني من المدربين القلائل جدا اللي حققوا بطولات سواء داخل مصر أو خارج مصر. ده بالنسبة لك بيمثل لك إيه وأنت من خارج المدرسة التدريبية للأهلي والزمالك، وبالتالي الفوز بأي من البطولات طالما خارج هذه المدرسة التدريبية بتبقى فيها صعوبات كثيرة جدا، ولا ننسى ان في احدى السنوات كنت قريب جدا من الفوز ببطولة الدوري ايضا. مفيش طبعا يعني بمثلك حاجات كتيرة، اولا انك فريق كنت بعيد جدا عن تصنيف البطولات، يعني بكلم كحرس حدود بصفة شخصية، لان الحرس هو يمكن اكثر بطولات خدت فيها الاثنين كاس وواحد سوبر، ومن فرق كبيرة يعني اثنين من النادي الاهلي كاس وسوبر، واحد من فريق امشي. وبعدين لما رحت في فرصه احتراف بره في ليبيا حققت برضو مع اهل طرابلس بطوله الدوري العام، اضافه طبعا المشاركات الافريقيه. بيمثل لي كتير جدا جدا على صعيد الخبرات، وان انت من المدربين القلائل زي ما انت حضرتك اشرت من خارج الاهلي والزمالك، لان دايما البطولات بتروح للاهلي او للزمالك. كل مده لما تلاقي بطل جديد خاصه على صعيد الدوري المحلي، البطوله الدوري بصفه خاصه،
بطولة الكاس يمكن مشارك فيها عدد كبير جدا من الأندية, منهم يمكن نادي الاتحاد من الفرق اللي حصلت على الكاس 6 مرات, نادي الحرس حصل على البطولة ديت 2 مرات. فطبعا كونك انك بتصنف كمدرب بتحصل على البطولات طبعا بيضيف لرصيدك التدريبي وسجلك التدريبي بشكل كبير جدا جدا, وتتميز عن زملاتك المدربين انك بيضاف في السي في بتاعك انك حاصل على بطولات خاصه من انديه كبيره زي ما قلت لك النادي الاهلي او نادي انبي. وصلت في بدايه الفقره النهارده وما حركة طارق بالاهلاويه الشديده, وفي علاقه حب بينك وبين جمهور النادي الاهلي, رغم انك ذكرت يمكن في مبارياتك حتى مع النادي الاهلي كان ليك دور حتى في اقتناص بطوله او بطولتين قدام النادي الاهلي في السنوات السابقه. تفسر بايه مدى العلاقه والحب حتى من جمهور النادي الاهلي لما بيقابلك حتى على المستوى الشخصي؟ اولا ده شيء يعني بفتخر بيه بشكل كبير جدا يعني, ولما كنت يعني بتسال في كثير من اللقاءات ما كنتش بتكسف يعني, كتير كان ولادي يقولوا لي يعني انت ما تبوحش حتى بانك بتنتمي, فبقول لهم انا صريح دايما يعني ما بحبش اخبي شعوري, خاصه انا بنتمي لنادي كبير زي نادي الاتحاد وبحب نادي كبير زي نادي الاهلي, فشعور انا ما بقدرش اخبيه, ولكن في الملعب بيختلف. يمكن البطولتين اللي انا خدتهم من النادي الاهلي مظبوط, وطبعا يعني ده بالنسبه بيمثل لي بالنسبه لي شيء كبير انك تاخد من البطل ونادي القرن والنادي يمكن انا اللي عملت فيه معايشه فيه وتعلمت فيه كتير, خاصه في الفتره اللي كان فيها مستر مانويل متواجد فيها, يعني ساعدتني في بناء شخصيتي التدريبيه بشكل كبير جدا, وانا طبعا بشكرهم على الفتره اللي انا قضيتها سواء على صعيد مجلس الاداره اللي اتاح لي الفرصه او مستر مانويل ان اتاح لي الفرصه ان انا اشاركهم من يعني, فمفيش شك ده يعني اسعدني كتير واضاف لي كتير في تكوين شخصيه طارق العشري كمدرب, افادني بعد كده بشكل كبير جدا في السلم التدريبي بتاعي سواء على الحرس, يعني لك ان تتصور في السنه اللي انا عملت فيها معايشه مع مستر مانويل هي السنه اللي فزت فيها على الاهلي في دور 16 في كاس مصر, ويمكن انا لحد دلوقتي متذكر اللحظه بتاعت مستر مانويل لما انا فزت وهو جه يهنيني يعني, ودي كانت من المواقف القليله ان مستر مانويل كان بيقوم يسلم على المدرب المنافس, وطبعا فاكر حديثه لما قال لي ان هم كان النادي الاهلي خلاص حسم الدوري وخلاص خرج من الكاس وكان بيدي الفرصه, كان هو مسافر وعطى الفرصه للمجموعه الشبابين مجموعه الشباب عشان مع كابتن حسام, وقال لي ان انا شايف ان انت لو ركزت ان السنه دي في الكاس ممكن تاخد الكاس, والحمد لله السنه دي هي فعلا حصلنا فيها الكاس. حتى مباراتك مع الاهلي بتبقى مع ماراثون طويل. ماراثون طويل جدا يعني, اولا مباراه النادي الاهلي لها مذاق خاص خاصة عند الجماهير وعند المتابعين. شوف انت لما بتلعب النادي رقم 1 في مصر وكل السبوتات سواء على الصعيد التدريبي او حتى الاعلامي او حتى اللاعبين, انت يعني انا على صعيد اللاعبين ما بحتاجش شحن كتير جدا للاعبين لان هم ذات نفسهم مشحونين بيحبوا يلعبوا قدام النادي الاهلي, انا ذات نفسي يعني كمدرب برضو بحب ان العب قدام النادي الاهلي, دي بتبين شخصيتك كمدرب, بيتبين يعني قدراتك انت كمدرب ولما تلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. الحمد لله يعني يعني رصيدي حتى مع الجماهير متقبله, يعني انا فاكر لما خدت الكاس وكنت بدور الاستاد القاهره جماهير النادي الاهلي واقفه بتحييني يعني, وده يعني شيء اسعدني كتير جدا, يعني من النادر لما تلاقي جماهير النادي الاهلي مع فريق ياخد البطوله من النادي الاهلي وهو بيحييه, لكن الحمد لله يعني احنا عملنا طفره كبيره جدا في السنه دي بتاعت الكاس. السنه اللي تالت خدنا بطوله الكاس مره ثانيه والسوبر لما كان بعد ايه ثم الاهلي ثم السوبر من الاهلي, وبعد كده لو تفتكر قبل طبعا الحادث بتاعت مباراه الاهلي والمصري كان الحرس ماشي في السنه اللي بعدها في الدوري يعني بثبات, عملنا ريكورد حوالي 13 فوز متتالي, ولولا الحادث ده يعني كان ممكن الحرس يخش في منافسه كبيره جدا مع النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره اللي كانت دايما بتتصارع على القمه. ايضا كابتن طارق من المدربين القلائل هقول المصريين اللي بيتم ترشيحهم حتى او حتى الجماهير الاهلاويه بتتمنى ان يكون اسمهم على راس الاداره الفنيه لفريق النادي الاهلي. برضه هذه الجزئيه انت بتقيسها ازاي او بتشوفها ازاي؟ بقيسها طبعا لرصيد الحب المتبادل, يعني من النادر تلاقي جماهير النادي الاهلي تقتنع بمدرب من خارج ابناء النادي الاهلي, فكونهم ان هم دايما في ترشيحاتهم اولا
ده شيء يعني وسام على صدري انك من المدربين القلائق زي ما قلت حضرتك انك بتترشح دائما لقيادة النادي الاهلي، وده طبعا نادي كبير ليه صفة خاصة ليه شخصية خاصة، وكون ان الجماهير ترشحك ده شيء كبير جدا بالنسبة لي، وطبعا بيضيف لرصيدي الناس واثقة فيك كطارق العشي كمدرب تقدر تقود سفينة كبيرة زي سفينة النادي الاهلي. وطبعا يعني الترشيحات الدائمة ديت في الشك طبعا بتسعدني، ولكن طبعا بتتحط علامات استفهام كتيرة يعني، لكن أنا سعيد بالترشيحات دي. طيب كابتن طارق العش مع حرس الحدود بقى بالتأكيد مدرسة مختلفة كيمياء مختلفة، أولا توليت المسؤولية هذه المرة في منتصف سبتمبر الماضي بعد رحيل الكابتن عماد سليمان، يعني توليت مسؤولية الحرس في توقيت صعب جدا، بداية الموسم كان في سلسلة من الخسائر وأربع مباريات خسارة ثم ثلاث مباريات تعادل، الحرس كان في الترتيب الأخير في المركز الأخير في جدول الدوري العام، في التوقيت الحالي الحرس في منتصف الجدول يعني في الترتيب التاسع من ضمن 18 نادي. مش هتكلم على التفاصيل الفنية، لكن الأول عايز أعرف فكرة إن ممكن يكون في مدرب عنده كيمياء معينة ما بينه وبين نادي تولى تدريبه في فترة سابقة ثم اختلفت الظروف والمعطيات والنتائج وعاد من جديد وحقق أيضا نفس النتائج بخلاف لو كان بيدرب فريق آخر أو خلال سلسلته التدريبية مع أندية أخرى خلال الفترة الزمنية دي. خلينا أقول لك شعوري لما إدارة الحرس عرضت علي المهمة في الفترة اللي أعقبت تولي الكابتن عماد سليمان. كل زملاتي اللي موجودين حواليا حتى أهل بيتي ولادي وزوجتي وحتى والدتي ووالدي كانوا متخوفين جدا جدا من الريسك اللي أنا هاخده، بعد خاصة ما قلت لهم أن أنا خلاص قعدت مع الإدارة واتفقت أن أنا أتولى. أنا لما جيت قعدت مع الإدارة تعاملت معهم شعور القلب، يعني ما فكرتش على الريسك اللي هم كانوا بيفكروا فيه، فرقة في المركز الأخير في سلسلة تعادلات وفي سلسلة هزايم وانت محتاج تعمل طفرة والناس واثقة فيك. يعني أفتكر اللقاء الأول كان مجلس إدارة وهو بيقدمني للفريق إن بيقولك جاي صاحب البيت، فطبعا ده بالنسبة لي يعني شيء كبير جدا، كلمة لها معاني، لها معاني كتير جدا يعني، وان الناس واثقه فيك وفي قدراتك انك هتستطيع تنتشل الفريق من المكان اللي فيه. وانا للامانه كنت متخوف جدا جدا بعد ما اعطيت الكلمه ان انا هتولى، ابتديت اخطط ان ازاي النادي يعود مره اخرى لمكانته الطبيعي. اول ما بديت طبعا في الشك ابتديت بالسلاح اللي هو اللاعبين اللي هم بينفذ الاستراتيجيه بتاعتك، الدماغ بتاعك، الادوات اللي هتشتغل ادواتك فيه. في الشكل عملت يعني لعبنا على وتر العامل النفسي بشكل كبير جدا، والولاد كانوا فاقدين الثقه بشكل النتائج السلبيه بينتج عنها ثقه، عدم ثقه في الاداء المهام فبينتج عنها نتائج سلبيه خاصه على ملعبك. فكان عندي مباراه مهمه جدا هي مباراه النجوم البدايه وعلى ملعبك، وابتدينا نشتغل على الصعيدين، صعيد تنظيمي صعيد نفسي، ما فيش شك خد دور كبير جدا في تهيئه الولاد دول ان هم يستعيدوا ثقتهم بنفسهم ويستعيدوا لغه الفوز اللي هي كان مفتقدينهم بشكل كبير جدا. وابتدينا ننظم الولاد بشكل كويس على الصعيد الفكري، على الصعيد التنظيمي داخل الملعب في انتهاج فكر معين ان هم ينظموه وان هم ينتهجوه داخل الملعب. الحمد لله كانت البدايه جيده جدا وقدرنا ان احنا ننتزع 3 نقاط من فريق المفترض من الفرق اللي بتتصارع معاك في نفس الليفل، يعني المواجهات ب6 بونت على طول. فكانت البدايه جيده والولاد استجابوا. خلينا يعني اقول لك ان الولد لما بيبقاش مقتنع بمدربه فطبعا دي بتمثل طم كبر، فانا كان كل همي ان انا ازاي الولاد يقتنعوا بمدربهم وان هم عنده شيء هم مفتقدينه وان هم يتعلموه. الحمد لله ابتدينا نحط نهج الاتفاق مع الاداره في التدعيم سواء على الدوافع الماديه والتحفيزيه، وهم الصراحه الحته ديت يعني ما بيتاخروش بشكل كبير جدا، استجابه كامله متكامله. الولاد حطيناهم في معسكرات مصغره سريعه عشان يستجيبوا، نظمنا فكرهم، ابتدينا نحط ايدينا على بعض العناصر اللي هي تبقى تشكيل ثابت، اللي كان الفتره السابقه كانت فيها تغييرات كتيره جدا. ابتدينا يعني ما نلعبش مباراه مفتوحه يعني على صعيد الاستراتيجي بتاعه الفريق، ابتدينا نخلي اللعب اللي على الاستراتيجيه بتاعتنا احنا. ابتدى الولاد مكسب
في مكسب في تعادل، مهم ما يخسرش عشان ما يعملش كبوات نفسية. فابتدوا الولاد شوية شوية يعلوا معايا. الأمانة أنا بحييهم لأن هم ولاد مجتهدين جدا جدا وبيشتغلوا في الحتة ديت، وبكل واحد بيطلع كل إمكانياته الفنية لحبه للمكان وحبه لذاته ذات نفسه، لأن هم برضو في المقام الأول عايزين يثبتوا إن هم لسه صاعدين من الدرجة الأولى، والولاد مش معروفين وعاوزين يثبتوا لنفسهم ولكل المشاهدين في مصر على صعيد الأندية وعلى صعيد الجماهير وعلى صعيد إن هم ولاد يستحقوا. والأمانة فيهم ولاد معدنهم كويس جدا جدا، يعني تكاتفنا وحطينا أيدينا في أيدين بعض، ابتدت العملية تقب شوية بشوية، النتائج تتحسن. النهاردة مع نهاية الدور الـ 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 الأول تبتنهي وانت في المركز التاسع بعد ما كنت في المركز الأخير، تخطيت فرق كانت سبقاك، يعني سبقاك بستة بونت وسبقاك بتسعة بونت، وابتديت انت تتخطاهم بشكل كبير جدا، 21 بونت كسبت المصري وكسبت دجلة لا كسبت فرق كبيرة، تعملت نتائج جيدة جدا. أولا نتائج جيدة مع سموحة كانت تعادل، وده كانت نتيجة كويسة في ملعب سموحة. نتائج جيدة مع إنبي، وده نتيجة كويسة في ملعب إنبي. كسبت الإسماعيلي في ملعبك، كسبت المصري في ملعبك، كسبت وادي دجلة في ملعبك، كسبت النجوم في ملعبك، ودي كانت أحد المشاكل اللي احنا كانت بتقابلنا، إن الولاد كانوا مفتقدين ثقافة الفوز على ملعبهم. ملعب الحرس ده يا محمد في السنين السابقة بتاعت البطولات كان بيمثل 70% من مكسب فريق الحرس. كان كل اللي جاي يلعب في الحرس كان فاقد، يعني من خوفه من طبعا من تقل الفريق بعد ما تحولت فريق الحرس لفرق شخصية فريق بطل، والأداء الجيد اللي احنا كنا بنأديه بشكل كبير جدا خاصة على صعيد مع الفرق الكبيرة زي الأهلي زي الزمالك زي الإسماعيلي، انت بتكتسب الشخصية دي، مشاركاتك في إفريقيا ما فيش شك أثقلتك بشكل كبير جدا جدا. كل الشخصية دي انت مع نزول الفريق ثم الصعود وانت محتاج تثبت الفريق في الدرجة الدور الممتاز مع نتائج سلبية، كل ده كان مفتقد، شخصيتهم مفتقدة. النهاردة كل مصر بتتكلم، يعني لك أن تتخيل عندنا عروض كتير جدا للعيبة بتاعتنا بعد ما كانوا بيقولوا أول فرقة نازلة، بعد ما كان في أول سبع جولات كان يقولك الحرس في أول فرقة نازلة، لكن النهاردة تحول الشيء اللعيب صدق، وده الحاجة اللي بسطان إن هو فعلا عنده شيء كان مفتقده لما نظم نفسه بشكل كويس جدا واجتهد في التدريب، اتنظم دماغه بشكل كويس جدا، بيلعب باستراتيجية معينة، بيحاول ان هو يكتسب لغة الفوز، وده مهمة جدا. انا في مباريات كتيرة جدا كنت بشفق عليهم وكنت بدوس عليهم عشان ما يتغلبوش، عشان عارف اثرها النفسي عليهم كده. شوف قد ايه يعني الفوز هيجيب فوز وكنت بصر على ان احنا النقطة اللي احنا بننزل نحارب عليها ديت لابد ان احنا ندافع عليها بكل ما اوتينا من قوة، بالإضافة لان احنا نضيف النقطتين. النهاردة كان في دفوية كبيرة جدا ان انت ما بتهدفش لما على ملعبك ولا خارج ملعبك. النهاردة الحمد لله الاسكور تحسن بشكل كبير، مما يعني ادى الى تحسن في النتائج في الشكل. لو انت عاوز ترتقي بالمستوى وتنط وتعمل قفزة كبيرة جدا في البوزيشن داخل الترتيب لابد انك تكسب، لابد ان يكون عندك عناصر المكسب دي. الكلام ده كان مفقود. الولاد ابتدوا شويه بشويه شويه بشويه، الحمد لله رب العالمين كل الفرق دلوقتي اللي بتقابل النادي حرس الحدود بتبقى على الاقل عامله حساب حرس الحدود، وده كان مفتقد. برضو الفكره اللي عايز اركز عليها بخلاف بقى كل التفاصيل الفنيه اللي اشتغلت عليها كابتن طارق لما دخلت جوه فريق حرس الحدود، اولا الكيمياء اللي بينك وبين نادي الحرس تحديدا، عايز وانت بتفكر لما بيجي لك العرض من نادي الحرس القلب والعقل ما بين المشاعر والفترات الزمنيه اللي عشتها داخل حرس الحدود وكان بالتاكيد في سعاده بالنسبه لك، والعقل ايضا وانت بتشوف المرحله اللي هتشتغل عليها داخل نادي حرس الحدود، فكره رد الجميل ولا فكره اللي انت عايز تعمل تحدي جديد مع نادي حرس الحدود؟ الاثنين لان هم لهم دين عليا، يعني مفيش شك نادي الحرس بعد الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في بناء شخصيه طارق العشري التدريبي، لان هم صبروا عليا في الاول كانت نتائج سيئه جدا، وكان ساعتها الله يمسيه بالخير سيادة المشير طنطاوي هو يمكن كان متولي الموضوع ده بشكل كبير جدا سواء على صعيد طلع الجيش او نادي الحرس، وكان بيساند بشكل كبير، ساندني انا شخصيا يعني في بناء شخصيتي، لان انا كنت مشيت في فتره من الفترات وبعدين توليت بعد كابتن حلمي ما ترك الفريق، وكان بالنسبه لي يعني تحدي كتير. وبعدين ما تنساش ان احنا كنا من اوائل الفرق اللي هي غيرت من جلد كرة القدم المصرية في تحول 4-4-2
مزبوط. بعد ما كانش كل الفرق ما حدش بيلعبه، كانت الطريقه السيده هي 3-5-2. ف ما فيش شك طبعا كل الموقف بتاع الفريق ذات نفسه، ان اداره الحرس لما بتلجأ لك انت وانت احد ابنائها انت ما بتقدرش تقول لا، خاصه ان الناس واثقه فيك بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اقول، انا شاعر بالامان جوه منظومه الحرس، وده يمكن في كل مسيرتي اللي انا ما نجحتش فيها في الانديه اللي انا ما نجحتش فيها. افتقدت فيها ان انا ما كنتش حاسس بالامان، ان انت كان ماتش ولا اتنين ولا تلاتة كان الناس بتتكلم لك ماشي. انت في الحرس بتتعامل انك في بيتك، حاسس ان انت بتبني بيت بتاعك من A to Z، والناس عطياك كل المساندة والمساحة في بناء البيت ده من جديد، في تطوير البيت ده من جديد. اللعيبة عارفة ان مدربهم خلاص هو اللي قاعد معاهم لاخر السنة، حتى لو حصل ايه هو مدربهم معاهم قاعد لحد السنة، خلاص بيأقلم نفسه على دماغه. لعيب بيلعب على دماغي، بيلعب على استراتيجيتي، بيلعب على فلسفتي، وحافظ انا هعمل ايه. يعني في السنين اللي احنا حققنا، كان جينا في وقت من الاوقات اللي هي الجيل بتاع احمد عبد الغني ومحمد حليم والهرده واحمد عيد وعبد السلام نجاح وهاني سعيد وعلي فرج، وكان كمينة قبلها مش عاوز انسى حد، وبسيوني، كانوا خلاص في ديناميكيه في الاداء. انا كنت بقول كان في الاول تعبنا، لكن كان بينزلوا الولاد يعملوا التدريبه حافظين هم يعملوا ايه، وده كان بينطبع لي في الماتش. تمام، هو ده اللي احنا بنحاول نرجع له بشكل كبير. ابتدينا خطوه، يعني الخطوات ابتديناها، لكن محتاجه مجهود كبير جدا جدا. فتعاملت مع الموضوع بعقلي زي ما انت قلت، بقلبي نمره واحد، لان الموقف ذات نفسه محتاج ناس بتلجأ لك، وانت ما تقدرش تقول لا امانه. يعني انا حتى ما فكرتش في نفسي، والناس كلها حواليا قالوا خلي بالك ريسك، وانت كده بتخاطر بعد ما انتقلت وسبت والسي كبر زي ما انت حضرتك قلت، هترجع تاني للخطوه دي من جديد. فكان ردي ان النادي محتاجني، وتحدي جديد في نفس الوقت. ان السنه اللي فاتت انا يمكن اخدت التحدي ده مع وادي دجله، وكان وادي دجله برضو من الفرق المرشحه للنزول. ويمكن انت لو تفتكر احنا قعدنا اربع بقى نهايه الدور الاول، كانوا خمس فرق او اربع فرق خلاص هم اللي ابتدوا ينفصلوا عن اللي فوق، وهم دول اللي مرشحين. الخريطه تبان في الجدول، يتبان. وقعدنا نكافح لحد ما بقى وادي دجله في الدوري الممتاز. هو ده اللي انا حطيته في دماغي، ان كان الهدف الاولاني ان احنا ازاي نبقي على الحرس الطوبه الاولى، خاصه بعد الصعود من الدرجه الادنى. احنا محتاجين نعمل الاساس، وابتديتنا نحط ايدينا على ازاي نعمل الاساس ده، وان الولاد ازاي يبقى عندهم ثقه في ادائهم، وان هم يكتسبوا المكتسبات اللي انا قلتها لحضرتك دي. فابتدينا واحده بواحده بواحده بواحده، مسانده، دوافع، حوافز، استراتيجيه، تدريبات مكثفه، الولاد بينزلوا يقاتلوا بيطلعوا كل اللي ما عندهم، والحمد لله النتائج ابتدت تتحسن شويه شويه. يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن العمل. رغم الثقه والاطمئنان والدفء اللي حسيت بيه في حرس الحدود، وممكن تكون افتقدته في العديد من الانديه داخل الدوري المصري، لكن حسيت بيه نوعا ما في تجربه ليبيا مع نادي اهلي طرابلس. تجربه الدوري الليبي، انجازات في افريقيا بشكل كان غير مسبوق، واعتقد حتى البدايه لحضرتك مع اهلي طرابلس هي اللي الكره الليبيه بتحصدها دلوقتي مع عدد من الانديه، وممكن حتى في مدربين مصريين ابتدوا يكرروا التجربه مع عدد من الانديه. انا حسيت بالثقه والدفء ده بره حتى مع في الدوري. انا دربت الاهليين زي ما بيقولوا، الاهلي بنغازي واهلي طرابلس. اهلي بنغازي لو تفتكر احنا عملنا فيها طفره بشكل كبير جدا، خاصه على صعيد الافريقي، لان كان في مواجهتنا طبعا النادي الاهلي في تونس، واستطعنا ان احنا نتغلب على النادي الاهلي، ودي كانت بالنسبه لهم طفره كبيره جدا. كنا حاضرين معاك هناك وشفنا الجمهور اللي في تونس، ما كانوش مصدقين. لا بالظبط، يمكنوا ان هم يكسبوا النادي. النادي الاهلي كان ساعتها نادي القرن اللي متربع على عرش افريقي، وهو يعني لك ان تتخيل الاداره وجايين نلعب النادي الاهلي مباراه العوده، ان احنا كسبانين هناك في تونس 1-0، ومباراه العوده الى هم جايين ان هم هياخدوا على الاقل 3-4. مصر طلعت في سير الدفاع الجوي بالظبط، انا مش قادر انسى الماتش ده خالص. بالظبط كده. وبعدين يلاقوا حاجه تانية مختلفه، الولاد الليبيين عندهم حاجه حلوه قوي، لما تقدر توصل لهم عندهم الجرينتا زي ما بيقولوا كده، الروح عاليه جدا جدا. وللامانه انا لعبت على الوتر ده، البلاد يعني بتمر بظروف سياسيه متوتره، الكرة القدم بالنسبة لهم هي المنتعش، هي اللي بتهدي الدنيا، هي اللي بتسعد. فكان خاصة أنا بتكلم على بالنسبة للأهلي بنغازي الأول، فكانت النتائج لها دور السحر في أنها تهدي الأوضاع دي كلها. جماهير كانت بتطلع الشوارع بعد ما كان في ضرب رصاص و كانت بتطلع تحتفل، وده كان بالنسبة لهم سعادة. يعني في وقت أن تشوف الدنيا عاملة إزاي،
والشيء البسمة الوحيدة هي كرة القدم الفريق اللي بيحبه. فكان بالنتائج سلسلة نتائج جيدة وصلنا دور مجموعات. وبعدين انا جدا انفصلت عنهم في مرحله كانت مرحله مهمه. احنا كنا نهينا في دور المجموعات كان وفاق الصيف 5 واحنا 4 ومباراه العوده وفاق الصيف كان في تونس. وانا من هنا يعني كان العقد انتهى وسبت الفريق ما كملتش. وكان في مجموعه من اللعيبه المحترفه منهم احمد عيد ما كملش برضو. فطبعا النتائج توقفت عند كده. لما روحت الاهلي طرابلس يمكن كان الامور كانت اصعب شويه خاصه ان فريق اهلي طرابلس من الفرق اللي دايما بتلعب على البطوله بطوله الدوري. في تنافس كبير جدا بينها وبين نادي الاتحاد ونادي الاهلي بنغازي. هم دول يمكن الانديه ونادي النصر اللي يمكن الوافد الجديد حاليا موجود هي دي الانديه اللي بتتنافس على البطوله. كان مختلفه الدنيا شويه يعني. رحت له في بطوله افريقيا وكان هم في الكونفدراليه وكانوا بيودعوا البطوله الكونفدراليه. كان قدامنا ماتش النجم وماتش الصفاقسي. خدتهم كتجارب وبناء لفريق يستطيع ان هو ينتزع البطوله المحليه. لأمانة تعبنا جدا جدا مع الفريق والولاد برضو يعني زي ما قلت لك ما كنت بتدوس على الناحيه المعنويه بتاعتهم بشكل كويس وازاي تطلع منهم الدوافع كانوا بيستجيبوا معاك بشكل كويس. خدنا دوري صعب هناك في اهلي طرابلس وكان محفوف طبعا بالمخاطر. لكن الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا ندخل بطوله الدوري لنادي اهلي طرابلس. كنت فرصه كابتن طارق انك اتحت لعدد من المدربين المصريين ان هم يكرروا نفس التجربه في ليبيا. يعني شفنا كذا مدرب يتكرر بعد كده في الدوري الليبي. شوف طبعا خاصه على صعيد اهلي طرابلس واهلي بنغازي. النهارده كان قبليه كابتن حسام وكان قبليه كابتن حسام بدر وكان قبليه كابتن طلعت. طلعت يوسف والاثنين اشتغلوا وحققوا نتائج جيده جدا. ويمكن يمكن الكابتن حسام طبعا ما كملش مشواره. كابتن طلعت خد بطوله مع فريق الاهلي طرابلس وانا جيت كملت المشوار. طبعا في شك السيره الطيبه للمدربين المصريين بتشجع خاصه الانديه اللي بيقول لك احنا بنلاقي نفسنا مع المدربين المصريين. عودة مع اهلي مع اهلي بنغازي دلوقتي كان الكابتن إيهاب جلال ماسك اهلي طرابلس بعدين تراكم في مجموعه كبيره جدا. يمكن الكابتن ربيع ياسين راح مرن في البيضه وده برضو من الفرق الجيده جدا هناك في ليبيا. فدي مفيش شك النتائج الجيده بتفتح افاق كتيره جدا للمدربين المصريين. النجاحات بتفتح افاق جديده للمدربين المصريين مفيش شك اكيد. طيب فريق حرس الحدود بقى السنه دي وهنخش اكتر في تفاصيل فريق حرس الحدود. فريق الحرس ابتدى دلوقتي يكون متواجد في وسط الجدول. مش هنقدر نقيم ان التوقيت دلوقتي في وسط الجدول فالنتائج تعتبر متوسطه لانك ممكن تكسب مباراه في بدايه الدور الثاني تصعد 3 4 مراكز او لا قدر الله تعادلت او خسرت ممكن تنزل 4 5 مراكز. لكن بتقييمك لفريق الحرس دلوقتي بالمقارنه بالبدايات شايف الفريق الحرس مع نهايه هذا الموسم قد يتواجد في مراكز متقدمه ولا تواجده في المنتصف لحتى نهايه الموسم ده اللي هيكون المقياس او المعيار لشكل الحرس السنه دي؟ خلينا ااكد لك على الهدف اللي انا اتفقت فيه مع مجلس الاداره هو بقاء نادي الحرس في الدوري الممتاز ايا كان المركز. ايا كان المركز مفيش شك طبعا احنا بنخطط اننا نرتقي بالمستوى ونرتقي بالبوزيشن. لكن لابد ان نكون واقعيين. احنا بنتكلم مع جدول متذبذب في النتائج ومتذبذب في البوزيشن. النهارده في فرق تحتيك الاسماعيلي مصري الداخليه مجموعه من الفرق اللي تحتيك عندها مباريات مؤجله كتيره. فالدوري الجدول بتاعها خداع ولابد ان انت تتعامل مع المنطقيه. احنا ما فيش شك احنا هنا في مركز جيد وابتدينا الدور الثاني بدايه جيده بفوزنا في المباراه الاخيره على الانتاج. والانتاج فرقه جيده جدا عامله طفره مع الكابتن عامله طبعا طفره معنا. فكونك انك تصل للنقطه 21 مع بدايه الدور الثاني وبينك وبين الرابع 6 نقاط ماتشين طبعا يعني ده بيديك امل كبير جدا ان مفيش شك انك تطور من نفسك ويدي طموح للولاد ان هم ينتقلوا من مرحله لمرحله ثانيه. بس عشان تنتقل للمرحله دي لازم تدافع عليها بكل ما اوتيت من قوه ولازم تدعم نفسك بشكل كويس جدا في تدعيمات يناير وده اللي متفق معاه مع مجلس الاداره. لابد من التدعيم الجيد عشان نقدر نواصل. مش انا بس اللي هدعم اذا كان النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر نادي الزمالك نادي الاسماعيلي نادي مصر الكل بيطالب بالتدعيم. فلابد ان احنا اولا نقوي نفسنا بشكل كويس عشان القادم هو الاصعب وكل مباراه انت بتعديها ما بتعودش فنتائجها لابد انك بتفكر في النتيجه والعمليه دخلت عمليات حسابيه. يمكن انا من المدربين
اللي دايما بلعب بلغه تجاريه شويه. ممكن يكون اللعب بتاعي مش ممتع للناس، معنى ان احنا عاوزين نحصد نتائج، عاوزين نرتقي في البوزيشن، وده ممكن يتخليك ما بطالبش بيه لعيبتي بالشكل الجمالي الاول. يعني لا. الاداء ممكن في مرحله ثانيه، لا انا عاوز نتائج، نتائج هي اللي هتديك بعد كده الشكل الجمالي. لما اللعيب يثق في نفسه البوزيشن اريحيه. لا كل لعيبه كنا بننزل كل مباراه احنا جهد الاداره والجهاز واللاعبين مضغوطين عشان البوزيشن بتاعنا هو ضغط علينا، ضغط علينا الموقف المتاخر وخايفين، فده الخوف ذات نفسه ما بيقدرش يخليك تأدي كلاعب. فلابد ان احنا نعد نفسنا بشكل كويس جدا خلال المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه. عندنا مباراه مهمه جدا مع الداخليه، مهمه جدا، دي مباراه المواجهه المباشره بست نقاط. هتلاقي الداخليه بتعد نفسها، ولابد ان احنا نعد نفسها بشكل كويس جدا جدا عشان نحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا له. زي ما بيقولوا مش المهم انك تصل للقمه، لكن المهم ازاي تحافظ على الوصول اللي انت وصلت له. واحنا بنحضر الحلقه معاك يا كابتن طارق، يعني في تصريح اشد انتباهي شويه، يعني كان واضح ان هو انك محتاج تدعيم لكل المراكز. يعني تصريح حسب ما انا قريته وفهمته بالظبط، لا مش لكل المراكز، تدعيم او معظم المراكز اللي داخل الفريق. احنا هندعم ان شاء الله على صعيد الخط الهجومي. يعني احنا عندنا الحمد لله رب العالمين ثلاث حراس مميزين ابتدوا دلوقتي الاولاد يكتسبوا، سعداني وسامح ومسعد، والتلاتة يعني ما شاء الله مبشرين جيدين جدا. يمكن ابتدوا ان هو يستعيدوا الثقه معهم. كابتن اسلام عامل معهم، اسلام يوسف عامل معهم شغل كبير جدا وتعبان معهم، والولاد ابتدينا نحصد الكلام ده بشكل، بالاضافه لتطبيق الفكر اللي انا بنتهجه ليه فلسفه معينه مع حراسه المرمى بالذات، لان انا بعتمد عليه بشكل كبير جدا في بناء الهجمات وفي التامين. شوف قد ايه في القياده كليدر في الملعب. فالولاد عندنا على صعيد الدفاع يعني ابتدت تتردد اسامي عبد الله جمعه، وده كان احد اللاعبين معايا في ام بي، وما كانش واخد فرصته وانا اعطيته في ام بي، ولما مشيت مشى. ولد جيد جدا جدا، والنهارده واصل لمستوى جيد، النهارده مصر كلها بتتكلم عليه، يمكن المنتخب كمان بيحاول، عرفت ان هو عامل حاطط عينه عليه خلال المستوى اللي بيأديه. عندنا الشبيني، عندنا خالد سامي، عندنا تاحة، وده احد ابناء النادي الاهلي طبعا، يعني وكان عندنا عمر سعد قبل ما يرجع تاني لسموحة، ان احنا ده كان معار. مجموعه كبيره جدا، مصطفى جمال، ابراهيم عبد الخالق عامل طفره كبيره جدا بعد ما مشى من الاسماعيلي وجه ارتقى بمستواه بشكل كبير جدا. عندنا بنقدم ولد صغير طالع، لان احنا طبعا بنهتم بقطاعات الناشئين. عندنا احنا عندنا قطاع كبير جدا جدا في اسكندريه، وابتدينا نعمل نادي كبير جدا ثقافي اجتماعي رياضي في منطقه الماكس. المنطقه دي منطقه كبيره جدا جدا هناك، المنطقه اللي هي بتاعت العجمي والدخيله وال 21، يعني الساحل الشمالي كله ده. فالنادي هناك ابتدى يجتذب هؤلاء اللاعبين، وعندنا نواه جيده جدا على الصعيد، ومخليين الكابتن محمد حليم هو مدير القطاع عشان يبقى همزه الوصل بيننا وبين القطاع. عاملين فريق امل من الولاد الصغيرين اللي هم واعدين، محمد حليم وكابتن محمد مكي واحمد العشري، هم بينزلوا يمرنوا الفرقه دي بنفس استراتيجيه فلسفه مختارين حتى مدربين كانوا لاعبين اصحاب فكر وقياده بالظبط بالظبط. مكي ده كان من اللعيبه الاثنين، محمد حليم ومكي. لا مكي وحليم، مكي ده كان من اللعيبه المهاريه اللي كان حظها سيء كمان في الدوري المصري بالظبط. يعني الاثنين طبعا يعني لهم دور كبير جدا مع الفرقه في سنوات الـ يعني الازدهار، النضج والازدهار بالظبط كده. ومن الناس اللي حصدوا بطولات مع الفريق. فالحمد لله يعني في استراتيجيه حاططها مجلس اداره، واحنا بننتهجها بشكل كبير جدا وبنحاول ننفذها بشكل كبير. وان شاء الله باذن الله يعني انا براهن على بقاء على الحرس على الروح اللي انا شفتها. خلي بالك الفروق الفرديه في الدوري المصري مش كتير، يعني كان زمان في فوارق كبيره جدا في اللعيبه المهريه، دلوقتي لا الدنيا اتقلصت شيئا فشيئا. النهارده بينك وبين المركز بيقول لك الرابع بعد ما كنت انت الاخير ست نقاط او سبع نقاط، فده ما عملش فرق كبير جدا جدا. يعني انت لك ان تتخيل من بعد المركز الرابع ممكن الناس دي كلها تتنافس على النزول على الترتيب. لسه زي ما حضرتك ذكرت، لا انت لسه في الملعب 2 او 55 بونت، يعني يغيروا الشكل تماما كله. تماما تماما. وعدم تحديد، يعني الفرقه كلها بتلعب مفيش تساوي في كل المباريات،
فمش مديك صوره حاضره لشكل الدوري السنه دي. اه طبعا يعني الناس كلها بتتكلم ان المنافسه في الدوري او المقدمه او التصدر واضحه قوي، ان في فريق مثلا الزمالك او بيراميدز ماشيين بشكل جيد، فالدوري مثلا محسوم مثلا في المؤخره مثلا كذا. لا الدوري مش محسوم طبعا، الدوري لا 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 مش محسوم ولا في المؤخره حتى ولا في القمه ولا في القمه. الاهلي انت لسه الاهلي لما هيلعب مؤجلاته كلها هيخش في المجمع معاهم بشكل كبير جدا، تبدا تحسب لما فالمثلث ده، المثلث ده هو المثلث اللي هيتنافس على البطوله بعدها من الرابع لحد الترتيب الاخير. انت مش هتعرف ترتب لان زي ما انت قلت ان كل اسبوع بتلاقي تغيرات في البوزيشن. طب لما يتساوي في ترتيب المباريات من الرابع للاخير اعتقد الرؤيه تتضح. اه تتضح طبعا لما يتساوي. انت مشكله، انت مشكله الجدول ان في مباريات مؤجله كتيره جدا للانديه، فطبعا ما فيش شك دي بتمثل لود كبير جدا على الانديه المؤجله. لما الانديه زينا احنا زينا زي النهارده وادي دجله كسب الجونه، ده بتصدر مشاكل للفرقه دي انك ضغوط كبيره جدا. خلاص انت بتطلع، الناس كلها كانت بيقول لك وادي دجله والحرس على مين تاني مش عارف، هم دول اللي خلاص اللي نازلين كانوا بيشيروا في البدايه كده. لا النهارده دول هم اللي طلعوا فوق. النهارده دجله وصل 20، الحرس 21، الجيش 24، كمان من الطفرات المقاولين كان معانا اللي انا كنت بدور عليه مع كابتن عماد، عامل طفره كبيره جدا في 6 مباريات متتاليه فوز، انتقل للمركز الرابع من 7 مباريات او المركز الخامس. عماد النحاس كسب 6 تعادل مباراه. اه يعني شوف الجدول زي ما بقول كده بلغه كره القدم اتشقلب. النهارده الاول يعني انت لو قبل الاهلي ما يلعب سلسله مبارياته المؤجله الاخيره دي كان الاهلي والاسماعيلي والمصري الاول والثاني والثالث في الجدول السنه اللي فاتت بالظبط. فطبعا ده يعني شيء طبعا غير منطقي. مش هتستقر في الترتيب الا لما كل الفرق دي طبعا تلعب مباريات مؤجله كلها تبتدي تتساوي في عدد المباريات، بعد كده هتقدر ترتب. فالمباريات هتبقى المواجهات المباشره دي مباريات ساخنه، وانا متوقع ان الدور الثاني بالذات هيبقى يعني مش مباراه ساخنه، ملتهبه، مباريات كؤوس ملتهبه، مباريات دوري لا ملتهبه، على صعيد المباراه داخل الملعب مستطيل وعلى صعيد الجماهير. طيب كابتن طارق وانت بتتكلم برضو على فرقه الحرس في نقطه ذكرتها عندي، ابراهيم عبد الخالق معار، عمرو سعد كان عندي معار، هي دي المشاكل اللي انا كنت بقى. في يناير هتعتمد على اللاعبين، لو في نادي هيديك لعيبه عايز لا معارين مش هقدر اخد، مش هتاخد لان انا المفترض من المفترض ان انا ببني المفترض لتيم للسنه الجايه. يعني انت بتدي زي ما احنا بنتكلم على اساس، فانت حاليا بتبني لغيرك. حتى لو فكرت بمرحله انتقاليه انا عندي بالموسم ده كبار الامان في حدود ضيقه، هتبقى في حدود ضيقه. ليه؟ لان انت برضه بتبص للمستقبل، انت عاوز تعمل استقرار فني للفريق نمره واحد، يبقى عندك قاعده. خلي بالك احد نجاحاتنا في السنين اللي حققناها في البطولات الفريق مستقر فنيا، ما بينتقلش منه حد. حتى لما كانت بتزداد ضغوط الانديه ما كانش حد بيقدر ياخد لعيب من عندنا، الدنيا كانت ثابته. فالثبات ده عمل انسجام، الولاد تعايشوا سنين مع بعض فنتج عن الانسجام ده نتائج جيده ثم بطولات. انا نفسي ان انا ارتب نفسي تاني، دماغي والولاد يتاقلموا مع الحرس، ان نبتدي السلم من جديد. اي نعم هيبقى فيه تعب، لكن انا شايف بشاير ان احنا هنبتدي السلم. عشان تبتدي السلم ده لازم تحط اساس في استقرار فني. تغييراتك في السنه الجايه ما بتغيرش جلدك كله، مش هتغير 22 لاعب، انت عاوز تغييرات محدوده. خلاص انت بتقوي فرقتك في يناير اللي جايه ديت، انت عارف مين اللي هتجيبه السنة الجاية إن شاء الله. ربنا كتب لنا عمر استمرنا مع الفريق، هتبقى عارف مين اللي هتبقى تضيفه للفريق. واللي احنا لنا معايير، أو أنا ليا معايير يعني الإدارة أو المكان ليه معايير معينة في اللاعبين، وأنا ذات نفسي ليا معايير معينة في اللاعب اللي بيجي يتدرب تحت إيدي. أبرز هذه المعايير زي إيه؟ جدية، التزام، انضباط، عاوز يحقق ذاته. هذا كل المعايير دي أنا بساعده فيها، لأن أنا هي دي من صفاتي ومن شخصيتي. لما بلاقي لعيب كده ملتزم معايا وحتى لو مستواه مش 50 في النهارده، عبد الله يعني كل الاسامي، موزيس من اللاعبين اللي عامله فرق كبيره جدا، دول كانوا يعني مش عاوز اقول لك يعني مش متواجدين. النهارده شوفهم مستواهم نظرا لجديتهم نمره واحد، التزامهم نمره اثنين، هم عاوزين نمره ثلاثه. انت الكلام العناصر دي كلها بتخليك انت ذات نفسك ما تبخلش عليهم اي معلومه. وبعدين حاجه الاخيره ان هم بيسمعوا كويس، يعني بيسمعوا جيد للمعلومات وعاوزين يتعلموا شيء. لما خدوا الكلام ده ابتدوا يرتقوا في المستوى. طيب كابتن طارق وانت بتركز في المعايير او اللعيبه اللي هتنضم معاك، بتفكر في اللاعب النجم اللي ممكن يضيف للفريق، ولا انت مدرسه اللي بتروح للاعيب اللي ممكن يكون في الدرجه الثانيه او الاسم اللي مش معروف قوي فيكون معاك فيتعلق؟ لا بالعكس،
انا النجم عندي اللي منتظم ومنضبط وهيقدر. انا مالك خلي بالك لو تفتكر لما مشى اسلام الشاطر من النادي الاهلي لو تفتكر انا جبته لعب معاه سنتين احسن سنتين عملهم اسلام الشاطر في حياته هو كمان يعني بيذكرهم شوف قد ايه وخد بطولات معانا وخد بطولات لان انا كنت وانا قال انا اللاعب الوحيد اللي حسيت ان انا ظلمته في قراري كان اسلام الشاطر وشوف قد ايه وهو اسلام ذات نفسه بيقول كده انا احسن سنتين بعد تواجده في النادي الاهلي هو مع الحرس لان انا شفت فيه مبادئ وصفات انا ما كانتش عندي القياده الخبرات الكبيره اللي اكتسبها من النادي الاهلي واحنا خلي بالك كنا مشاركين في افريقيا فانت محتاج برضو الخبرات التأثير الإيجابي إسلام منضبط خلي بالك جدا جدا فالتأثير الإيجابي بتاعه عاد على الفريق يعني أنا قصدي إيه طالما النجم هيضيف لي للفريق التزام أكتر واندباط أكتر وتنفيذ مهام أكتر أهلا وسهلا وقيمة للفريق اللي طبعا أنت تشوف لعيب اسمه وخبرة لكن لو هينقلب هيبقى سلبي لا يبقى بتروح أحسن القيمة المالية في انتقالات اللاعبين دلوقتي بقت صعبة أوي بنسمع أرقام جدا مبالغ فيها جدا وإدارة نادي حرس الحدود من المدارس اللي ليها فكر معين حتى في التعاقد مع اللعيبة بتفكر فيها بشكل احترافي وبشكل استثماري أيضا المدرسة دي دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها الكابتن طارق العاشر شايف ازاي يتعامل بالملف ده بما انك انت عايز لعيب إضافة للمرحلة الجاية مع مغالاة العديد من الأندية في مسألة الأسعار شوف طبعا ده يعني بيمثل لنا مفيش عائق لان كل اللعيبة النهاردة الفروق بقت كبيرة جدا النهاردة بتسمع 60 و40 و50 مليون بعد ما كنت بتتعامل بالمليون بالمليون والاثنين والمليون كان فارق احنا كنا في سنة المليون كان اللعيب عندنا بياخد 360 ألف في سنة المليون تمام فما بالك السنة 60 مليون تمام هتديله كام مفيش شك طبعا بيمثل العقد بس كل اللعيبة اللي انا اشرت اليها ديت جت تبني نفسها في الحرس مفيش شك وبتعلى مع الحرس منها وجه استثماري لنا كالنادي لان احد عناصر التمويل ان هو بيتواجد مع الفريق وفتحين الباب لما الدنيا ان شاء الله تستقر وفي استفاده ماديه ان اللاعب ده ينتقل لنادي ويجيب استفاده ماديه ما فيش شك هنعمل كده طالما ان هو هيمشي في الاطار ان احنا نقدر ندعم نفسنا لان احنا لازم نواكب الحدث لان احنا لو فضلنا على الاطار المادي اللي احنا شغالين عليه ده ما فيش لعيب جيد هيجي لك دايما اللعيبه اللي هي بتبقى خلاص ما وصلهاش النادي قفلت القيد والدنيا خلاص فبيضطر يجيلك لا النهارده خلي بالك مع انطلاقه الحرس في المناطق الوسطيه دلوقتي اللعيب ابتدى يفكر ان هو يرجع تاني للحرس مره اخرى ان يلاقي نفسه مع الحرس مره اخرى وفي كتير جدا ما تبقاش هي الهدف الرئيسي ما فيش شك طبعا هي احد الركائز الاساسيه لكن نمره واحد هو مين اللي بيعمل ماديات اللاعب نفسه هو البدايه يعني هو السبت عشان اللي بعد كده زي بقول للحد وده يمكن انا بنقله اللاعب لازم يتعب ولازم يموت ولازم يعني يتبهدل ولازم يعني يمر بمراحل كتيره جدا عشان في الاخر يلاقي النهارده لما انت بتتعب محمد صلاح ده لما وصل للقمه في ليفربول والنهارده الحمد لله بيشار اليه بالبنان نموذج جيد هو الراجل ده طلع كده بالصدفه ولا بالطفره واحرز هدف النهارده وعمل اسيست يعني من قصدي يعني ما طلع تعب يعني يشوف مسيرته لما كان بيروح من طنطا للمقاولين ازاي وكان بيخش القطر ازاي وكان بيروح تعبه وتركيزه والمنهجيه الالتزاميه اللي بقت نموذج بره بيتكلموا عليها التزامه وانضباطه داخل الملعب وخارج الملعب باخلاقياته خلت الناس كلها تتلمع يا رب يا ريت كل الناس تدي النموذج ده بعد كده انت لما هتكبر ما فيش شك خاصه العناصر الصغيره لما هتكبر هتحصد اللي انت تركته يعني التاجر الشاطر اللي هو بيعمل الاسم الكبير بعد كده بيحصد مش كده ولا ايه اكيد طبعا عينك رايحه للعيب الدرجه الثانيه هي المشكله ان في الانديه طبعا ان الولاد دلوقتي نتيجه طبعا الاسعار الكبيره جدا وخلي بالك بتمثل عارف انت المثل بتاع الاب يعني لما بيجي يقول له ما تكترش الفلوس في ايد ابنك عشان ما يبص بالظبط ما تدلعوش قوي ايوه في لعيبه انا شايف نماذج كتيره جدا في الدوري المصري وفي الاهلي وفي الزمالك وفي سموحه لما بتكتر معاهم الفلوس الامانه بيبصوا بتقلب بشكل مختلف وعكس وفي نماذج كتيره جدا 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 الفلوس يعني زي ما بقول لك كده اللعيب هو اللي بيعملها او المدرب هو اللي بيعملها الاول بيضحي وبيتعب وبعد كده بيبتدي يحصل انا شايف ان لابد من السنه الجايه الانديه تقعد مع بعض ولابد ان يحطوا سقف لموضوع الفلوس ديت لان هناك
يعني السنه ده احنا لسه ما نهناش السنه في يناير والتدعيمات وانا سامع ارقام كبيره جدا، فما بالك السنه الجايه في التنافس بالانديه ايه اللي هيحصل؟ لابد ان يبقى في معايير معينه في التعامل المادي، خاصه احنا في الدوري المصري، احنا مش دوري الدور زي انجلترا الاقتصاد، يعني ده اقتصاد كبير جدا في الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني ولا الدوري الاسباني، ده اقتصاد كبير جدا، فبنحاول احنا نعمل اقتصاد، لكن لابد يكون في معايير كبيره جدا جدا عشان تعمل انضباطيه داخل السوق المصري. الانضباط ده في السوق المصري عشان يحصل يا كابتن طارق لازم يتطبق دوري المحترفين، دوري المحترفين بيحط معايير في مساله الشراء والبيع وبيحدد ميزانيات، واذا كانت الميزانيات بتخسر هتبقى عندك مشكله في الحصول على الرخصه وتستمر في دوري المحترفين. لا طبعا، اذا كانت الميزانيه بتكسب هتكمل في دوري المحترفين وهتاخد الرخصه وتكمل. لابد اذا طبق دوري المحترفين خلال الفتره القادمه سوق الانتقالات، وانا سامع دوري المحترفين ده من 10 سنين يا الكلام ده بيتقال من سنين بس سوق الانتقالات لو اتعمل من خلال رابطه المحترفين او دوري المحترفين كل الكلام ده مش هيبقى موجود. يا ريت يا ريت يا ريت يبقى في معايير انضباطيه لمجالس الاداره. يعني الكلام ده مين اللي بيحطه؟ ما مجلس الاداره اللي بيجتمع في اتحاد الكوره عدد ال 18 فريق اللي المفترض رابطه الانديه المحترفه اللي كانت موجوده اللي بيحطوا ده اللي بيحطوا القواعد اللي مفترض يمشوا عليها طول الموسم ده حقيقي او المواسم القادمه بيتفقوا عليها. لابد في انضباطيه في الموضوع ده، لان الموضوع ده انا شايف ان لو 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 تم على زي ما هو ماشي كده مش هتقدر تعمله كنترول. اصل في الاخر هتلاقي نفسك صارف على 2 3 لعيبه ما يقرب مثلا من 200 300 مليون. طب العائد كام؟ هو مفيش عائد. مفيش. طب العائد انت هتجيب العائد منين؟ كل ده الملايين دي كلها هتجيبها منين؟ مفيش. مفيش. وبعدين التسارع بين الانديه خاصه الانديه الكبيره، انت بتعلي الميزانيه، النهارده انت بتجيب لعيب ب 60 مليون و50 مليون و40 مليون، طب انت يعني هجيب الملايين ده منين؟ في انديه ثانيه مش لاقيه المليون ده. يعني هتصارع على اولا مفيش توازن في 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 بين الفرق. يعني مفيش توازن في صرف بين الفرق، فهتلاقي جاب كبير جدا جدا بين الانديه القمه وانديه القاعه. طيب بمناسبه احنا اتكلمنا في المبالغ الماليه والملايين والمليارات، مدى انعكاس ده على الدوري المصري؟ شايف الدوري المصري بنفس القوه والاداء والفنيات تستاهل السنه دي تحديدا؟ ما هي الاسعار دي ظهرت السنه دي. السنه دي قوي بس بنفس قيمه الملايين اللي بتتقال ولا لا؟ مش بنفس القيمه، هي مبالغ فيها. لا مبالغ، انا 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 متفق تماما ان هو في مبالغه في الماديات بشكل كبير جدا في الشراء والبيع، لكن المستوى الفني، لكن المستوى الفني انا شايف ان السنه دي من افضل الدوريات التنافسيه. النهارده انت بقول لك انت مش عارف تحدد مين البطل من دلوقتي. كان زمان انا افتكر من موسمين الاهلي واخد البطوله من 10 مباريات بفارق 10 مباريات، خلاص انتهى الدوري بالنسبه له. تمام. السنه دي لا، السنه دي انت بتقول المثلث الزمالك ان هو اللي على القمه دلوقتي، الاهلي لما يلعب يكتمل مبارياته، بيراميدز داخل مع المثلث ده، والبيراميدز يعني احتل المكانه عن الاسماعيلي والمصري، الانديه الشعبيه اتاخرت اتاخرت كتير جدا نتيجه طبعا الظروف اللي بيمروا بيها. فالمثلث ده طبعا هو اللي هيكون انا يعني متخيل ان ده اللي هيوصل للنهايه. من بعديها انت مش هتعرف ترتب مين حتى يوصل للنزول شكل الجدول، نظرا لان الفرق كلها بتتنافس. النهارده في نتائج مختلفه، هل كنت تتصور ان الحرس يكسب الاسماعيلي، الحرس يكسب المصري، الحرس يكسب وادي دجله، الحرس يكسب الانتاج، الانديه اللي فوقيك؟ لا، ونتائج كمان يا كابتن طارق هي مش بتكسب واحد، انت كسبت الاسماعيلي والمصري 3-0. بالظبط. الاسماعيلي واحد كسبنا، الاسماعيلي واحد واحد وكسبنا المصري 3، المصري 3 والدجله 4، الدجله 4-1 والانتاج 2، واخد بالك؟ انا قصدي يعني ان الجدول في منتصف الثاني ده او في الدور الثاني ده هيبقى ملتهب، خاصه حتى من التعادل او نتيجه ايجابيه مع الزمالك، خاصه جدا خاصه لما تنتظم المسابقه. وانا بس انا مش عارف المسابقه لحد البطوله الافريقيه ان شاء الله، يعني مصر تكون يعني تنال شرف التنظيم، يعني النظام هيكون سهل في تنظيم الجدول ده، مش عارف هل تتوقع ان جدول الدوري او الدوري العام، هو السؤال مش عايز اقول سؤال هيبقى كوميدي، بس هل تتوقع ان الدوري ممكن يستمر لبعد كاس الامم، نلعب دوري لغايه شهر 7 وشهر 8؟ يعني المفترض ان في شهر 6 كل المفترض 1/6 كنت خلصت. المفترض يعني، بس احنا عندنا استثناءات دايما في البطوله بتاعتنا. اولا مفيش شك طبعا، الله يكون في عون الحاج عامر بتاع لجنه المسابقات. ليه؟ اكتر واحد مظلوم في المنظومه. خلي بالك المشكله ان انديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري شاركوا في اكثر من بطوله، وده انا في رايي الشخصي ان هو مفيش شك طبعا اثر حتى على النادي الاهلي على صعيد النهارده بتعاني من اصابات كتيره جدا عشان تلاقي الفرقه من جديد اللي هي
فرقه النادي الاهلي الثقيله اللي اثرت في الـ في الـ في النتائج. النهارده احمد فتحي مصاب، اجاي مصاب، ازارو مصاب، معلول مصاب، نتيجه طبعا مشاركات الكتيره جدا في البطولات. كان زمان بيتحط في اللائحه ان الاول والثاني بطوله افريقيا دوري ابطال، ثالث كونفدراليه، بطل الكاس كونفدراليه، من بعدها لو في بطوله عربيه بيتحط التصنيف من الرابع للخامس للسادس عشان يشارك في البطوله دي، نظرا طبعا للقيمه الماليه اللي اتحطت في البطوله، العربيه واجبروا ان الناس تشارك في البطوله العربيه طبعا. هو كمان اختيار القائمين على البطوله العربيه كل الاسامي الانديه الاهلي الزمالك، فكان نتيجتها طبعا الانديه ديت الزمالك والاهلي اتضروا لانه شاركوا في افريقيا وشاركوا في افريقيا وشاركوا في افريقيا وشاركوا في العرب وشاركوا في البطوله المحليه والكل ده. طالما اشتركت انت كنادي اهلي وكنادي زمالك انت ما بتقولش بقى دي بطوله وديه، لا ده بطوله خلاص انت شاركت فيها ولازم تنافس، انت مشارك باسمك صح الكبير، فلازم تنافس. فعشان تنافس انت محتاج جيش جرار، جيش جرار ومفيش شك اثر عليك، اذا كان الاسماعيلي والمصري لما شارك بس في البطوله الافريقيه اتاثرت على نتائج الصعيد المحلي. فلابد من تقنين الكلام ده بشكل واثر على انتظام البطوله. فانا مش عارف يعني الحاج يعني عامر هيحلها ازاي يعني في الفتره اللي جايه، خاصه ان كمان زنقك الاتحاد الافريقي ان بدر المشاركات الافريقيه، الاجنده الافريقيه اتغيرت كلها، اتغيرت بدل الخريطه اتغيرت مين وتخلص في 11 خلاك تخلص افريقيا في 11 وتبدا في 11 شوف قد ايه وتخلص في 5 فحطك كمان يعني في معترك تاني، فانت هتلاقي من هنا ولا ما هتلاقي من هنا ولا ما هتلاقي من هنا. عشان كده الدوري غير منتظم في الفتره الاخيره. النهارده انا سامع وانا جاي الجونه ووادي دجله، دجله هيقعد شهر 40 يوم مش هيلعب يعني شوف هيقعد قد ايه، وقبليها قاعد الجونه حوالي 21 يوم ملعبش يعني من اخر ما كان بيقولوا يعني الجاب كبير جدا جدا في الفترات. وده طبعا انا طبعا بعذر فيها الحاج عامر حسين طبعا نبعا من المشاركه. شوف النهارده الفرق اللي هي متاخره في الجدول بتاعها المباريات المؤجله عامله لود عليها، شوف قد ايه نتيجه تاخرها، فهم عاوزين يعودوا عامله لود عليها. لا والاسماعيلي السنه على فكره في نقطه غايبه عن ناس كتير، الاسماعيلي لغايه دلوقتي بقاله 40 يوم ما لعبش في الدوري بالظبط، لان النتيجه طبعا بيخش مباراه افريقيه وبعدين ابتدى مباراه افريقيه جديده ولسه خارج مباراه افريقيه وعربيه واشترك في البطوله العربيه. فارجو ان يعني الماديات ما تحكمناش في المشاركات البطولات القادمه، لو هتدرك خلاص البطوله العربيه من ضمن لابد ان الفرق اللي هتشارك فيها لها تصنيف، عشان انت ذات نفسك خلينا نتكلم بواقعيه، مهما علت الماديات بتاعت البطوله العربيه لكن انت بوابتك هي البطوله الافريقيه، ده حقيقي، انت اللي بتاخد النقاط بتاعتك وبتعلى وبتتحاسب وبتخش بطوله كاس العالم للانديه وبتاخد بطوله افريقيا هي البوابه الافريقيه. البوابه العربيه دي لها يعني مجال تاني لابد يحصل لها تقنين وتوقيت معين لابد ان يتعمل، وانا بقترح ان لابد يكون مجمعه. بما انك بقى كلمتني على البوابه الافريقيه فرصه لما بيكون معايا احد المدربين المتميزين اخد رايه الفني. الانديه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه، مدى اهميه تنفيذ مبدا انك ممكن تايد لاعب من شمال افريقيا كلاعب محلي؟ الاتحاد التونسي اعتمد ده لكن لسه الاتحادات الاخرى في شمال افريقيا لم تعتمد ده. شايف انا فوجئت بالقرار ده، فوجئت بيه كقرار ايجابي ولا قرار سلبي؟ مفيش شك طبعا هيوسع كون ان انت هتعمل اللعيبه الشمال افريقيا يعني مصر جزائر تونس المغرب لعيب محلي، مفيش شك يعني هيديك يعني فرصه انك تقدر تجيب والفرقه دي تجيب من عندنا يعني تبادل في الخبرات، واللعيب مش هيكلفك مش هيعتبر اللعيب محترف بالظبط، مفيش شك هيضيف لك وهيديك الفرصه لما تجيب اجانب هيضيف لك، بس ده ليه مشكله يعني زي ما ليه فايده انك هتضيف، لان كل الانديه في الاول وفي الاخر بتدور على ان هي تجيب لعيبه الجيده عشان تحقق نتائج، هيكون على حساب اللعيب المصري يعني هيكون على حساب اللعيب المصري. النهارده انت لما فاتح الاحتراف في كل الانديه اربع لاعبين افارقه مفيش شك على حساب اللعيب المصري، فمفيش شك هياثر على المنتخب لان الانتقاء منين؟ من الدوري، من الدوري المصري. النهارده ولا رؤيه اختلفت يا كابتن طارق؟ هات بقى في محترفين في الخارج. بص يا محمد انا عاوز اقول لك، هات لي النهارده في كل نادي في مصر هتلاقي على الاقل سترايكر على الاقل افريقي اجنبي مهاجم اجنبي اجنبي ما بيأثرش على المركز ده عندنا اللي احنا قعدنا معلش يعني ننادي ونقول والدنيا وفي اختيارات ما عندناش مهاجم الباك ليفت ما عندناش باك ليفت، خاصه انت ما عندكش قاعده كبيره احترافيه
انت ما عندكش 50 لاعب بره محترف عشان تقدر تختار من اللعيبه اللي بره ما تلجاش للدوري المصري. وبعدين بترجع تقول ان الدوري المصري هو اللي بيفرز المنتخب. فكل ما هتوسع، انت عامل النهارده اربع محترفين وعامل قرار بتاع السوري، اللعيب السوري واللعيب الفلسطيني مصري، كمان اللعيب اللي الشمال الافريقي هيبقى لعيب محلي. والانديه دي هتطلع تجيب الكواليتي، هو اللي هيتحكم فيك اكيد. سؤال اخير وفي اجابه سريعه كابتن طارق في ختام هذا الحوار، من المدربين اللي بتحبذ وجود طبيب نفسي او اخصائي نفسي في الاجهزه الفنيه؟ عندي طبيب نفسي. عندك في فريق الحرس؟ عندي طبيب نفسي. انا بحب ده، دور مهم جدا، دور مهم جدا. وخلي بالك اللي كان بيلعب الدور ده المديرين الفنيين، في مديرين فنيين عندهم موهبه ان هو يقوم بالله، لكن مفيش شك كل دول العالم عندهم ستاف كامل ان هو يقوم بالدور ده ويشيل اللود عليك. يعني المدرب المصري يعني اللغه الدارجه بيقول لك بنا ومناول، بيشتغل كل كل حاجه، بيعمل كل حاجه في الفرقه. فانا يعني عندنا طبيب نفسي وله دور مهم جدا مع الولاد وبيساعدنا بشكل كبير جدا. اكيد مفيش شك انت بتقوم بالدور ده، لكن في الحاجات اللي انت ما بتقدرش عليها لابد ان في متخصص. كابتن طارق العشري نورتنا وشرفتنا، وسعداء جدا بوجودك النهارده معانا على شاشه قناه الاهلي. محمد تحياتي ليك ولكل اسره البرنامج، وبالتوفيق ليك يا رب مع الحرس السنه دي، ونشوف نتائج في الدور الثاني كمان افضل وافضل إن شاء الله. وتكون احدى المفاجات اللي موجوده في الدوري، بتعمل كامباك بشكل مفاجئ في نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن طارق. تلك هي ختام الفقره الحواريه السنيه مع الكابتن طارق العشري، احد المدربين المتميزين اللي بالتاكيد بنسعد دايما بوجودهم معانا هنا داخل قناه النادي الاهلي، وفي علاقه موده وحب من جماهير الكره المصريه دايما مع الكابتن طارق، صاحب الانجازات الطيبه سواء داخل مصر او حتى في تجربته الفريده في الدوري الليبي. بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفقره كره القدم العالميه في ختام برنامج الاهلي الليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لسه مكملين معاكم والجزء الثالث والأخير من الأهلي الليلة، ودايما زي ما حضراتكم متعودين بيبقى فقرة الكرة العالمية. البوكسينج داي النهاردة مباريات كتيرة جدا في الدوري الإنجليزي، ومفاجآت، مفاجآت سارة ومفاجآت غير سارة. مفاجآت السارة بالنسبة لنا كمصريين هو فوز ليفربول بأربع أهداف، محمد صلاح لاعبنا المصري بينجح في إحراز هدف من صناعته عن طريق ركلة جزاء، وأيضا صناعة الهدف الرابع لفريق ليفربول علشان يأكد صدارة الدوري الإنجليزي. لكن الخبر الغير صار بالنسبة لنا كمصريين هو إحراز أوباميانج هدف في مباراة أرسنال اللي شغالة حاليا، وهنتابع حضراتكم لحظة بلحظة بالنتائج. وبالتالي إحراز أوباميانج الهدف بيبقي رسميا أوباميانج على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. لكن هبدأ مع حضراتكم من البوكسينج داي، ويعني إيه بوكسينج داي وليه سموه بوكسينج داي. يوم 26 ديسمبر من كل سنة في إنجلترا، ده اليوم اللي بعد الكريسماس على طول، بعد احتفالات الكريسماس وبعد احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في إنجلترا، كان أهل إنجلترا أو المسيحيين بيتوجهوا إلى الكنائس علشان يتبرعوا في الصناديق للفقراء. وبالتالي من هنا جت فكرة البوكسينج داي، إن يوم البوكسينج داي بيكون في لقاءات في الدوري الإنجليزي. من شروط البوكسينج داي في رابطة المحترفين الإنجليزية اللي بتنظم بطولة الدوري الإنجليزي، أولا إن ممنوع إقامة أي دربيات. ليه؟ علشان ما يكونش فيه عصبية ولا يكون فيه أي نوع من أنواع الشد العصبي في أيام المفروض أن الشعب الإنجليزي مبسوط، بيتبسط بمباريات كرة القدم واللقاءات اللي بتتلعب. الشرط الثاني أن المباريات تكون المسافة ما بين البلدين أو ما بين المدينتين تكون قريبة، علشان الجمهور لما يروح يتفرج، جمهور الفريق المنافس لما يروح يتابع المباراة من أرض الملعب تكون المسافة قريبة، وبالتالي يقدر ان هو مش بس يحتفل بأعياد الكريسماس، لا ده كمان يكون موجود في المباراة، وتكون المسافة اللي موجودة ما بينه في البلد اللي بيقيم فيها والبلد او المدينة اللي بيقام فيها المباراة تكون مسافة قصيرة، علشان يقدر يروح ويتبسط في يوم
يعني حافل جدا سواء بأعياد الكريسماس أو بلقاءات البوكسينج داي. بوكسينج داي كان في مباراة ليفربول انتهت 4-0 أمام نيوكاسل أمام رافائيل بينيتيز. الخبر الصار لينا كمصريين أيضا هو خسارة مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بيخسر من ليستر سيتي 2-1 وبالتالي فارق النقاط بيوسع لسبع نقاط. سبع نقاط يعني فريق ليفربول الضغط عليه بيقل، يعني التركيز بيزيد، وبالتالي إن شاء الله زي ما قلت قبل كده إن ليفربول محتاج إنه يوصل لشهر فبراير والشهر اللي هيقام فيه دوري الأبطال إنه يوصل لأبعد مدى من فارق النقاط ما بينه وما بين نادي مانشستر سيتي. السيتي تصريح خطير جدا من رافائيل بينيتيز في المباراة الأخيرة أمام لما كان السيتي كان بيلعب في المباراة الأخيرة واللي خسر فيها 4-3، رافائيل بينيتيز بيسألوه رأيك في بيب جوارديولا. قال بيب جوارديولا هو مدير فني صنعته السوشيال ميديا أو عظمت فيه السوشيال ميديا. قال مدير فني كل ما بيكون موجود في فريق بيتوفر له كل الإمكانيات اللي بيطلبها. موجود في برشلونة كان معاه أفضل لعيبة في برشلونة في الوقت الحالي في العالم. راح بايرن ميونخ اتوفر له كل الإمكانيات. راح مانشستر سيتي أيضا بيتوفر له كل الإمكانيات، وبالتالي أي مدير فني مع اللعيبة اللي موجودة مع بيب جوارديولا في أي فريق بيكون موجود فيه بيعرف إن هو يحطم الأرقام ويحقق البطولات. لكن ده كان رأي رافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي لنيوكاسل. لكن النهاردة بالفعل الكلام ده بيكون ليه عامل سلبي على فريق مانشستر سيتي وبيخسر أمام ليستر. ليستر المدير الفني الحالي ليه كان عنده فرصة أخيرة في لقاءين أمام تشيلسي، اللقاء الماضي على ستانفورد بريدج ملعب تشيلسي وعلى ملعبه أمام مانشستر سيتي، ودول كانوا آخر فرصتين بالنسبة للمدير الفني علشان يبقى في منصبه. فالقدر يلعب دوره وينجح مدير فني ليستر سيتي انه يفوز على تشيلسي في ستانفورد بريدج 2-1 وايضا يفوز على مانشستر سيتي 2-1 ويحصل على 6 نقاط غليم جدا 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 في نهايه الدور الاول لبطوله الدوري الانجليزي. ده بالنسبه للبوكسنج داي وابرز اللقاءات وابرز الاخبار. قبل ما نروح للأخبار هقول لحضراتكم بعض النتائج اللي اتلعبت النهاردة في بطولة الدوري الإنجليزي ونتابع مع بعض إيه اللي بيحصل في البطولة. فولهام بيتعادل 1-1 مع ولفرهامبتون، وأفرتون بيعوض خسارة أمام توتنهام في المباراة الأخيرة 6-2، بيفوز خارج ملعبه على بيرنلي 5-0. كريستال بالاس وكارديف بيتعادلوا 0-0، وليفربول ونيوكاسل 4-0. أحرز أهداف فريق ليفربول الهدف الأول لوفرن في الدقيقة 11، بعديها محمد صلاح في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء هو اللي صنعها وهو اللي كان متسبب فيها. في الدقيقة 79 شاكيري بيحرز الهدف الثالث، والدقيقة 85 من أسيست من محمد صلاح لفابينيو بينجح في إحراز الهدف الرابع، وبالتالي ليفربول بينجح في الفوز 4-0. ليستر سيتي بيفوز على مانشستر سيتي 2-1. ليستر بعد ما كان متأخر بهدف قدر انه يتعادل ويتقدم بهدف علشان يحصد 3 نقاط مهمين جدا جدا. اما توتنهام اللي محدش عارف يوقفه ولا حد عارف يوقف القطار الخاص بنادي توتنهام بعد ما المباراة الأخيرة بيفوز على إيفرتون 6-2، بيفوز النهاردة على بورنموث 5-0. لكن الجيد أن الحمد لله هاري كين أحرز هدف وحيد علشان يتساوى مع نجمنا المصري محمد صلاح ب 12 هدف لكل لاعب، لكن أوباميانج عنده هدف زيادة وبالتالي أوباميانج عنده 13 هدف. أما مانشستر يونايتد واللغز الكبير جدا 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 في الدوري الإنجليزي بنفس اللعيبة بنفس الأداء بنفس كل حاجة موجودة بنفس إدارة النادي بنفس اللعيبة اللي كانت مصابة ورجعت أو اللعيبة اللي مش بتشارك ورجعت تلعب، بيفوز على ملعبه أمام فريق هادرسفيلد تاون ب3-0. لكن الغريب إن بول بوجبا بيحرز هدفين. في صورة معانا كاريكاتير كان يعني اتعمل بعد المباراة بيشرح
يوم البوكسينج داي وتأثير النتائج على كل مدير فني. من ضمن الصور أو من ضمن الشخصيات زي ما حضراتكم شايفين الصورة أو الشخص اللي على اليمين ده بيب جوارديولا، مش محتاج أكيد توضيح، 2-1 بيخسر بيتعثر، يعني زي ما حضراتكم شايفين بينزف النزيف، هنا نزيف دم لكن فعليا هو نزيف نقاط. أما سولسكاير بيفوز 3-1 فرحان جدا في تاني مباراة ليه فوز على التواني في قيادة فريق مانشستر يونايتد. أيضا يورجن كلوب الأول بالفرق 7 نقاط 4 أهداف مقابل لا شيء. طبعا وبوكيتينو مدرب فريق توتنهام بيفوز 5 أهداف مقابل لا شيء. في الخلفية هلاقي بوجبا ومورينيو، مورينيو ماسك كرسي وبيحاول ان هو يخبط بيه بوجبا. ايه السبب؟ ان مورينيو اولا كان بيستبعد بوجبا في معظم المباريات او مش بيبدا بيه اساسي او بيتكلم عليه في وسائل الاعلام بطريقه غير لائقه. النهارده بول بوجبا بيشارك في المباراة الأولى اللي فاز فيها مانشستر 5 وأيضا بيشارك في مباراة اليوم وبيحرز 2، وهنا 2 دول هم رسالة واضحة جدا 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 لجوزيه مورينيو وبيوصلوا له لعيبة مانشستر. هي رسالة واضحة إن المدير الفني الشاطر اللي يعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة قبل فنيا داخل غرف خلع الملابس. لكن الدوري الإنجليزي مثير جدا، بنتكلم في نتائج بيكون مفاجآت، ومن ضمن المفاجأة اللي أنا أو كلام سولسكاير إن لما مورينيو كان موجود أليكسيس سانشيز مورينيو أعلن إنه مش هيكون موجود لنهاية الموسم بسبب بعض الالتهابات اللي موجودة في أوتار الركبة. لكن الغريب إن النهاردة سولسكاير بيعلن إن سانشيز عاد إلى التدريبات لكن مش هيوعد جمهور مانشستر إنه هيكون موجود المباراة اللي جاية، لكن اكيد هيكون موجود في المباراه اللي بعديها. وهنا السؤال، هل اللعيبه كانت بتتعمد ان هي تهرب من جوزيه مورينيو اللي فعلا كان محطم كل شيء داخل مانشستر يونايتد؟ مانشستر اخر فوز حققه ب5 أهداف مقابل لا شيء كان في 2013 مع السير اليكس فيركسون، فاحنا بنتكلم في 3 مدربين كانوا موجودين بعد فيركسون ما عرفوش يحققوا نتيجه 5 أهداف. وبالتالي سولسكاير يعني ممكن نعتبره من ريحة السير أليكس فيركسون، وبالتالي عارف يصنع الفارق، عارف يتعامل مع اللعيبة نفسيا، عارف يتعامل مع اللعيبة معنويا. وبالتالي لعيبة كرة القدم قبل ما تنفذ للمدير الفني اللي هو عايزه واللي هو بيطلبه داخل الملعب لازم اللعيبة تكون مقتنعة بشخصية المدير الفني. مش لازم يكون نجم، مش لازم يكون عالم، مش لازم يكون ظاهرة زي بيب جوارديولا، لا على الأقل لازم يكون مقنع للعيبة نفسيا ومعنويا، طريقة كلامه توظيفه للعيبة عملية الروتيشن وتثبيت التشكيل، كل ده مهم جدا جدا في طريقة المدير الفني والتعامل بيها مع لعبته. لكن طبعا بما ان احنا بنتكلم على اعياد الكريسماس والبوكسينج داي، كل فريق أو كل لاعبي كرة القدم كانوا بيحتفلوا عن طريق الفيديوهات وعن طريق الصور سواء على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر، على كل المواقع التواصل الاجتماعي كان في مسجز من لاعبي كرة القدم. لكن ريال مدريد كالعادة بيكون ليه شكل مختلف في أنه بيعيد على جمهور ريال مدريد وعلى جمهور كرة القدم بشكل عام. تعالوا نشوف كارت المعايدة من فريق ريال مدريد لجمهور كرة القدم ونرجع بيجري بسرعة مع حضراتكم. هنروح لموضوعين مهمين جدا. أول موضوع هو محمود حسن تريزيجيه اللي بنبارك له وبنقول له 1,000,000 مبروك، إن شاء الله زفافه اليوم أو حاليا بيقام زفافه، فبنبارك له وبنقول له 1,000,000 مبروك، ربنا إن شاء الله يهنيك ويسعدك في حياتك وتعمل اللي أنت بتتمناه في حياتك الكروية. أنا بتكلم في قصة عشان بس إيه يعني الكلام في موضوع تريزيجيه كتير. قدام حضراتكم ده مكالك ده في روسيا في تركيا آسف ويب سايت تركي عمل بعض الإحصائيات لأحسن استحواذ أو أحسن مراوغات في الدوريات الأوروبية الكبرى. زي ما حضراتكم شايفين ان تريزيجيه بيتفوق على ليونيل ميسي، بيجي بعديه ايدن هازارد وبيجي معاه كمان 2 لعيبه، بس 2 لعيبه مش اسامي، مش رونالدو، مش بوجبا، مش رياض محرز، مش محمد صلاح، فاحنا بنتكلم على لاعب ان عدد المراوغات الناجحه
خلال الفترة الحالية أو خلال الدور الأول 51 مرة عدى بمراوغات ناجحة، ميسي 65. فاحنا بنتكلم على ثالث لاعب في العالم عنده مراوغات ناجحة، وبالتالي محمود حسن تريزيجيه من أفضل اللعيبة اللي موجودة، ممكن نصنفه يعني لو مش هنسويه بمحمد صلاح فهو تاني أفضل لاعب في مصر سواء في المحترفين أو سواء في المحليين. لكن محمود حسن تريزيجيه، ودي من مصادر مقربة جدا 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 من اللاعب، إن اللاعب تلقى بعض العروض من الأندية الخليجية، لكن المشكلة مش في العروض ولا المشكلة في الفلوس. تريزيجيه كان من شهرين كان عنده شرط جزائي في عقده ب$5 مليون، في الوقت ده ما جالوش أي عرض، لكن حاليا بعد ما 6 شهور عدوا وبعد ما الشرط الجزائي راح، بالتالي إدارة قاسم باشا التركي هي المتحكمة في رحيل أو بقاء محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه عنده مشكلة، مشكلة إيجابية، أن المدير الفني الحالي الفريق قاسم باشا قال نصا لرئيس النادي لو محمود حسن تريزيجيه اتشال من الفريق ما تسألنيش عن بطولة أو تسألني عن تحقيق مركز. إدارة قاسم باشا، رئيس نادي لفريق قاسم باشا، من الآخر مش محتاج فلوس، نادي غني جدا، نادي عارف ان هو يحافظ على فريقه. المباراة الأخيرة في الدوري التركي بيفوز على فريق بشكتاش 4-1، أقوى خط هجوم في الدوري التركي حاليا، في المركز الثاني للدوري التركي، وبالتالي بنسبة 70-80% بتكلم حاليا على الوضع الحالي تريزيجيه باقي في الدوري التركي ومش هيمشي. تريزيجيه هيمشي في الصيف بعد ما فريق قاسم باشا يحقق اللي هو عايزه، يحقق اللي هو عايزه ببطولة أو أنه يشارك في بنتكلم في تصفيات دوري أبطال أوروبا أو في تصفيات اليوروبا ليج. ده اللي من الآخر بيحصل في قصة أو موضوع تريزيجيه، لكن وصل له عروض، وصل له عروض ب$7 و$8 مليون، وصل له ب$10 مليون، وصل له ب$15 مليون، لكن رئيس النادي والمدير الفني لفريق قاسم باشا رافض تماما أن اللاعب يرحل. ومن هنا هنبدأ أن إحنا نفكر تريزيجيه ممكن يعمل إيه بداية من نهاية الموسم الحالي، لكن كل حاجة وارد أنها تتغير، وارد، لكن أنا بتكلم على الفترة الحالية والكلام ده من مصدر مقرب جدا 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 من محمود حسن تريزيجيه، وده على مسؤوليتي الشخصية. لحد الوقت الحالي تريزيجيه هياخد أجازة 5 أيام، بعديها هيعود إلى القاهرة 2 يوم، وهيسافر تركيا الجمعة، مش اللي جاية، الجمعة اللي بعديها إن شاء الله على طول هيكون في تركيا علشان يستعد مع فريقه للمباريات القادمة. سريعا علشان خاطر الوقت بيجري مننا، هنتكلم على الكاف، الجائزة اللي هيتم اختيار فيها أحسن لاعب في أفريقيا وأفضل مدير فني وأفضل منتخب وكمان أفضل مدرب، هتكون يوم 8 يناير في السنغال، وكمان هيكون فيها بعض الاختيارات اللي هنشرح لحضراتكم سريعا ازاي بيتم اختيار جائزة افضل لاعب او ازاي بيتم اختيار الجوائز بشكل عام. طبعا احنا بنتكلم في الجوائز اللي هتكون موجودة، هي افضل لاعب وافضل لاعبة وافضل لاعب شاب وافضل مدرب فريق رجال وافضل مدرب فريق سيدات وافضل منتخب رجال وافضل منتخب سيدات وافضل هدف وتشكيلة العام والجائزة البلاتينية وجائزة لأفضل رئيس اتحاد. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الجائزة؟ ايه المعايير اللي بيتم الاختيار بيها وبنطلع منها بالأفضل في كل الجوائز اللي انا قلت لحضراتكم عليها؟ مبدئيا اللي بيشاركوا في الاختيارات كالتالي، هقول لحضراتكم بالترتيب، وهم دول اللي ليهم حق الاختيار سواء أفضل لاعب أو أفضل مدير فني أو أفضل الجوائز اللي موجودة مع حضراتكم. هبدأ معاكم بدي جائزة دي مبدئيا الثلاث منتخبات اللي هيتم اختيار واحد منهم لأفضل منتخب، منتخب مدغشقر ومنتخب موريتانيا ومنتخب أوغندا، ده بالنسبة لأفضل منتخب أفريقي. هنروح بعد كده لأفضل مدرب، طبعا أليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي وهيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي وأخيرا معين شعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي.
نروح لأفضل ناشئ، أشرف حكيمي المغربي لاعب بروسيا دورتموند، وفرانكي سي لاعب إسي ميلان النيجيري، وأيضا النيجيري ويلفريد نديدي اللي بيلعب في ليستر سيتي، دول هيتم اختيار أفضل لاعب صاعد منهم. وطبعا قدام حضراتكم 10 لعيبة هيتم اختيار منهم أفضل لاعب في أفريقيا، أبرز الأسامي طبعا محمد صلاح نجمنا المصري لاعب ليفربول، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، ساديو ماني، رياض محرز، أوباميانغ، أليكس أيوبي، وأونانا لاعب أياكس، وأنيس البدري لاعب الترجي، ومهدي بن عطية لاعب اليوفنتوس. وبكده يكون جمعنا لحضراتكم أهم الجوائز اللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله يوم 8 يناير في العاصمة السنغالية داكار، يوم 8 يناير إن شاء الله. طيب نقول بقى مين هم اللي ليهم الحق في التصويت في الجائزة. أولا اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ثانيا مجموعة من خبراء الإعلام، ثالثا الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، والفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018، وأخيرا مدربو وكباتن المنتخبات الأفريقية. بنتكلم في 1 2 3 4 5 جهات هم اللي ليهم حق التصويت في الأفضل في 2018 أفريقيا. طبعا هو قريب من جائزة ذا بيست وقريب من البالون دور، وهي معايير واحدة، لكن بنتكلم في جائزة ذا بيست اللي خاضع للفيفا، بنتكلم على جائزة الكاف ان هم دول الاقرب في العدل، لكن البالون دور بعد الانتقادات اللاذعة اللي احنا شفناها انا ما اعتقدش ان هم ممكن يستمروا في نفس عملية التصويت للموسم القادم. لكن زي ما انا قلت لحضراتكم دول الخمس معايير اللي بيتم الاختيار منهم، وان شاء الله اكيد ربنا يوفق نجمنا المصري محمد صلاح علشان يحصل على اللقب الثاني ليه على التوالي كافضل لاعب افريقي. اكيد فخر ما بعده فخر، ايضا وجود وليد سليمان من ضمن افضل 10 لعيبه، احنا كاهلاويه وكمصريين دخول وليد سليمان ضمن افضل 10 لعيبه هو بالنسبه لنا خلاص بقى مصنف واحد من الكبار اللي بيتفوق على نجوم كتيره جدا في افريقيا، عمل مجهود طيب مجهود رائع خلال الموسم الحالي والموسم الماضي مع النادي الاهلي، يستحق عليه وجوده مع العشر الكبار احسن 10 لعيبه في افريقيا، فخر ما بعده فخر. وبالتالي ان شاء الله كمان نتمنى ان محمد صلاح كمان يعني بفوزه السنه دي ببطوله الدوري الانجليزي ان شاء الله يتحقق ويكون اول مصري في تاريخ الدوري الانجليزي يحصل على البطوله. طيب احنا خلاص وقتنا بيجري، لكن طبعا برشلونه وكلامنا عن برشلونه، كلامنا عن الريال وقلنا الريال بيعيد على جمهور كره القدم، لكن برشلونه واكاديميه لاماسيا هي هتكون حديث العالم على طول الوقت. أكاديمية لاماسيا محدش بيختلف عليها، لكن كلنا عارفين الأسطورة الراحل كرويف من الناس اللي ساهمت في لاماسيا بشكل كبير، وبالتالي حتى بعد رحيله الدي ان ايه أو الجينات اللي موجودة في كرويف لسه لحد دلوقتي موجودة في أكاديمية لاماسيا. وبنتكلم في أكاديمية لاماسيا الأكاديمية الخاصة ببرشلونة اللي بتطلع كل النجوم اللي حضراتكم شايفينها، ميسي وتشافي وإنيستا وجوردي ألبا، حتى في ناس كتيرة جدا بره برشلونة بتلعب في أندية أخرى هم خريجي أكاديمية لاماسيا. تعالوا نشوف إزاي الولاد الصغيرة لسه جينات كرويف موجودة فيهم، وإزاي دول كمان 10 12 سنة هيقدروا إن هم يمتعونا في الوقت اللي كلنا قلنا فيه في الكلاسيكو الأخير كلاسيكو من غير ميسي ورونالدو هيكون كلاسيكو ممل، كلنا قلنا لا الكلاسيكو يبقى كلاسيكو وبرشلونه تبقى برشلونه وريال يبقى هو ريال مدريد. تعالوا نشوف اكاديميه لاماسيا والامتاع ونرجع نكمل مع حضراتكم او نرجع نختم لو لسه معانا شويه وقت. طيب ده اكاديميه لاماسيا ودي الجينات الكرويه اللي موجوده من كرويف الراحل العظيم الكبير اللي انا شايفه انه اعلاميا اتظلم، وانه واحد من اللعيبه الكبار جدا 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 اللي كانوا موجودين في برشلونه او مع منتخب هولندا. لكن لسه معانا شويه وقت، تعالوا نقول بعض الاحصائيات اللي موجوده بعد نهايه جوله من البوكسنج داي في الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي بيخسر اخر لقاءين ليه في الدوري علشان يصبح في المركز الثالث، وتوتنهام يتفوق عليه، خسر من كريستال بالاس 3-2 وايضا خسر من ليستر سيتي 2-1. النهارده رونالدو في الدوري الايطالي كان موجود على مقاعد البدلاء، وده بسبب انه المدير الفني أليجري كان طالب او كان شايف ان هو ده الوقت اللي لازم يريح فيه رونالدو علشان
ماتشات قويه جايه في الدوري الايطالي، عشان كمان دوري الابطال، علشان حاجات كتيره جدا جدا هو بيفكر صح. لكن للاسف لاعبي يوفنتوس استهتروا بالمباراه وكانوا متاخرين بهدفين مقابل هدف علشان رونالدو يكون التغيير المنقذ لنادي يوفنتوس وينجح في احراز هدف التعادل، ويوفنتوس ينجح في انه يحصل على نقطه غاليه جدا. انا شايف ان يوفنتوس لسه بدري علشان خاطر يبدا يريح نجومه، لسه بدري علشان يبدا يفكر في انه حسم الدوري الايطالي. مفيش شك ان هو اي مدير فني لازم يفكر في ان هو يفرق عن الفريق المنافس ليه بفارق نقاط كبيره جدا علشان يحقق الحلم اللي بقاله كتير جدا 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 ما حققوش نادي يوفنتوس، والفوز بدوري الابطال. لكن رونالدو بعد احرازه هدف اليوم بيسجل 12 هدف في الدوري الايطالي وبيصنع 5 اهداف. اما سون اللاعب الكوري الجنوبي اللاعب توتنهام في اخر 9 مباريات بالدوري الانجليزي بيسجل 6 اهداف وبيصنع 3 اهداف. وايضا كان في تصنيف لافضل الانديه الاوروبيه في عام 2018 ده بحسب الاتحاد الاوروبي واللي موجود على موقع الاتحاد الاوروبي الرسمي. في المركز الاول ريال مدريد اكيد طبعا بعد الثلاثه دوري الابطال 3 كاس عالم الانديه طبيعي جدا ان هو يكون موجود في المركز الاول. يلي نادي بايرن ميونخ في المركز الثاني وبرشلونه في المركز الثالث، اتلتيكو مدريد في المركز الرابع، يوفنتوس في المركز الخامس، وباريس سان جيرمان في المركز السادس، ومانشستر سيتي في المركز السابع، واشبيليه في المركز الثامن، وبورتو في المركز التاسع، وارسنال في المركز العاشر. ميلان والدوري الايطالي وخساره جديده لجاتوسو في اخر دقائق المباراه، وبالتالي في اخر 5 مباريات لميلان بيخسر. يعني بنتكلم انه تورينو بيتعادل مع 0-0 وبيخسر من اولمبياكوس 3-1 وبولونيا 0-0. اما محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج بينجح في انه يلعب 19 مباراه بيسجل 12 وبيصنع 6 اهداف. ليفربول هو افضل دفاع في تاريخ الدوري الانجليزي بعد نهايه الدور الاول، استقبل 7 اهداف في 19 مباراه. بنتكلم كمان انه 12 كلين شيت او 12 مباراه بدون تلقي اي اهداف من 19 مباراه. ليفربول لم يخسر في اخر 30 مباراه في ملعب الانفيلد في الدوري الانجليزي. ارقام واحصائيات مع يورجن كلوب، احنا كلنا مبسوطين وسعداء باللي بيقدمه ليفربول واللي بيقدمه محمد صلاح من تالق. كله قال ان هو لاعب الموسم الواحد او اللي هو وان سيزون وندر، رد على كل الناس وسكت كل المشككين وبيكمل في مسيرته مع فريق ليفربول. كلنا نتمنى ليه التوفيق. محمد صلاح لاعب يستحق مننا الاحترام والتقدير وهو ظاهره. هو لاعب ممكن ما يكونش لاعب مهاري عالي، لكن اكتر حاجه تميز محمد صلاح هو العقليه الاحترافيه اللي فعلا قدر انه يكتسبها في رحلته الاحترافيه، بدايه من بازل ومرورا بفيورنتينا وتشيلسي وروما واخيرا بليفربول. وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقره الكره العالميه وايضا حلقه الاهلي الليله. نشوفكم ان شاء الله بكره على 1000 مليون خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.